السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم النهاردة في البوست جراديوت بروجرام لكلية الطب جامعة حلوان قسم جراحة العظام. إن شاء الله النهاردة السكند سيشن من الهاند سيرجري الكورس الهاند سيرجري. النهاردة معانا دكتور رامي سليمان مدرس جراحة العظام طب عين شمس، أستاذ دكتور عبد الحكيم عبد الله أستاذ جراحة العظام جامعة الأزهر، وأستاذ دكتور أحمد نعيم أستاذ جراحة العظام طب عين شمس. الترتيب طبعا بترتيب المحاضرات إن شاء الله. طبعا أستاذ دكتور عبد الحكيم عبد الله على رأسنا جميعا أولا طبعا، يعني تشرف لي وأكون مع إخواتي رامي وأحمد نعيم. الله يخليك، مشرفنا مشرفينا جميعا، ونتمنى ان تبقى السيشن مثمره والناس تستفيد ان شاء الله. وهنبتدي ان شاء الله بفيرست ليكتشر دكتور رامي سليمان هيدينا ليكتشر عن الالنر سايد ريست بين. اتفضل دكتور رامي. السلام عليكم. احنا هنبدا النهارده نتكلم عن الالنر سايد ريست بين. اول حاجه عايزين نعرف ان الالنر سايد ريست بين اسبابه كتير قوي، مش زي ما احنا بيجي في بالنا ان اي عيان عنده الالنر سايد ريست بين يبقى تي اف سي سي. الالنر سايد ريست بين ده ممكن يبقى سببه تروما، التروما دي تعمل ليجامنتس انجري، ممكن يكون عنده فراكشر في الترايكوتريم، ممكن يكون في فراكشر في الهوك اوف هاميت، ممكن العيان يبقى عنده بوني بروبلم، ممكن يبقى عنده يعني هو الكين بوك مش من ضمن الحاجات اللي كومنلي بريزنتد بريست بين، ممكن الالنر سايد ممكن تبريزنت اكتر بسنترال سايد ريست بين، ممكن في حاجه انتيتيز اسمها امبينجمنت او امباكشن سيندرومز زي الالنو كاربال امباكشن او الالنر ستايلويد امباكشن او ديستال ريديو الالنر امبينجمنت او الهاميت امباكشن سيندروم. ممكن البيشنت يبقى بريزنتنج بانستابيليتي بالالنر سايد انستابيليتي زي اليونو تراكوترال انستابيليتي او الميد كاربال انستابيليتي، دول هيبريزنت بالالنر سايد ريست بين. او ان العيان يبقى عنده ارثرايتس زي البيزو تراكوترال ارثرايتس، او ان البيشنت يبقى عنده حاجه نيورولوجيكال زي انترابمنت للالنر نيرف في الجوينز كانال، او ان هو يبقى عنده مشكله في الدورسال كيتينيوس برانش بتاع الالنر نيرف، او ان هو فاينالي يبقى عنده مشكله فاسكولار زي الهايبوثينر هامر سيندروم. احنا هنعمل اوفر فيو للكومن كوزز. اول حاجه هنتكلم عن الاكستنسور كاربي انارس بروبلمز. اول حاجه الاكستنسور كاربي انارس المين فانكشن بتاعتها هي ان هي بتعمل اكستنشن والنر ديفيشن للريست زي ما اسمها بيقول، بس مش دول الفانكشنز الوحيدين بتوعها الصراحه. هي في البرونيشن بتبقى ريسبونسبل للدي ار يو جي ستابيليتي، وفي السوبرينيشن بتبقى احد الدايناميك انو كاربل جوينت ستابيلايزرز. احنا عايزين نبص كده على نقطه معينه في الاناتومي. الصوره اللي على الشمال دي اكزيال كات على الليفل بتاع الديستال راديوس. هنلاقي اللي لونه اورنج ده او فاتح شويه ده الاكستنسور ريتيناكيولم. لو خدنا بالنا هنلاقي ان احنا من الشمال لليمين عندنا الفيرست وبعدين السكند لحد السيكس اكستنسور كومبارتمنت اللي هي فيها الاكستنسور كاربي انارس. بس لو احنا خدنا بالنا ان احنا ديبر لللير الاورنج بتاع الاكستنسور ريتيناكيولم ده مش موجود التندون على طول، موجود حاجه تحتيه لونها احمر دي بنسميها الاكستنسور كاربي انارس سب شيس، هو ده المين ستابيلايزر بتاع الاكستنسور كاربي انارس اللي بيخليها ما تتحركش من مكانها مع البرونيشن والسوباينيشن. الصوره اليمين دي صوره كادافيريك ليها، هنلاقي الاستراكشر رقم واحد ده هو الاكستنسور ريتيناكيولم لما قطعناه، وبعدين الاستراكشر رقم اثنين هو الاكستنسور كاربي انارس تندون، والاستراكشر رقم 3 هو السب شيس بتاع الاكستنسور كاربي انارس. البوزيشن اللي بيحصل فيه ستريتشنج او تندنايتس او انستابيليتي للاكستنسور كاربي انارس هو الكومبايند موفمنت اوف فليكشن سوباينيشن والنر ديفيشن، وهنا بيجي اهميه الهيستوري. القصه دي ممكن تحصل مع البيشنتس اللي بيلعبوا تنس وهما بيعملوا السيرف اللي بيجي بالفور هاند، ده بيبقى فيه كومبينيشن لفليكشن وسوباينيشن والنر ديفيشن. لو عيان شغلانته فيها كومبايند روتاتري موفمنت اللي هو زي حاجه فيها دريل او بيلف دايما حاجات كتيره شغله فيها مفكات، دي ممكن تعمل بروبلم في الاكستنسور كاربي انارس. او حتى لو عيان بيسوق عربيه تقيله وهو بيلف دريكسيون ده بيعمل ستريس على الاكستنسور كاربي انارس. البروبلمز اللي احنا وارد ان احنا نشوفها فيها يا نلاقي ان البيشنت بريزنت بتندنايتس او بتندنايتس ومعاها انستابيليتي.
انستابيليتي ده معناها ان السب شيس بتاع الاكسسوار كاربي انالس حصل له انجري فبدات التندون ينط منه. عشان نعمل اكزامينيشن للاكسنسور كاربي انارس او الحاجه اي حاجه انر سايد، المشكله ان في ستراكشرز كتيره قوي كلهم متركزين في الانر سايد بتاع الريست، فلو انت عملت بالبيشن لاي جزء من الانر سايد بتاع الريست هنلاقي ان احنا عملنا اليسيتنج لتندرنس الونج كل الانر سايد بتاع الريست ومش هنعرف نعمل لوكاليزيشن جامد قوي. ومن هنا جت فكره الاي سي يو سينرجي تيست. الاي سي يو سينرجي تيست ده فكرته ان احنا بنعمل ستريتش او بنعمل ستريس على مكان راديال غير الانر سايد وبعدين البين بيجي في الانر سايد. ازاي بقى؟ احنا بنعمل بنخلي الريست بنخلي القلب بتاع العيان في 90 ديجري فليكشن والعيان يعمل فول سوباينيشن ونخليه يعمل ابدكشن للثمب مع الميدل فينجر زي ما موجودين في الصوره اجينست ريزيستنس. لو العيان عنده تندنايتس هنلاقي ان هو هيجي له انر سايدد ريست بين. وبالعكس على فكره، يعني لو عيان عنده ديكرفان سيندروم لو احنا عملنا حطينا ايده في نفس الوضع ده وخليناه ان هو يعمل ابدكشن للليتل والميدل فينجر او الليتل والرينج فينجر اجينست ريزيستنس هيجي له بين في الفيرست اكستنسور كومبارتمنت. وبالتالي احنا الميزه او الاسنس بتاع التست ده ان احنا عملنا اليسيتنج لبين وتندرنس على الانر سايد قبل من غير ما نلمس الجزء الانر. وبالتالي انا بيرسونالي انا لما باجي اعمل الاكزامينشن لاي عيان عنده ريست بين اول حاجه ببداها هي الاي سي يو سينرجي تيست، بحيث ان انا يعني اشوف هل العيان ده عنده انر سايد عنده مشكله في الاكستنسور كاربي انرس ولا لا قبل ما المس الانر سايد بتاع الريست وابدا ادخله في ان هو يخش في البروسيس ان هو يبقى بين، يبقى في بين وكل ما اجي المس حته يبقى في بين من الجزء اللي قبله يبقى العيان متخوف. طيب احنا دلوقتي عرفنا العيان عنده بين ولا لا، يعني عنده تندينايتس ولا لا بالاي سي يو سينرجي تيست. تاني جزء عايزين نيليسيت الانستابيليتي، هل البيشنت ده بيجي له انستابيليتي مع التندينايتس ولا هي تندينايتس بس. احنا بنحط الايد في البوزيشن اللي بنسميه الهارت شيبت بوزيشن، ده بنخلي العيان يعني زي ما هو في الصوره يعمل فليكشن وسوباينيشن وايديه الاثنين قصاد بعض مع سنس انر ديفيشن. لو العيان عنده انستابيليتي هيبدا يحس بالتندون بينط من مكانه ويحس بكليك. طيب دي صوره اكزيال كاتس تاني في الليفل بتاع الديستال راديو انر جوينت، وده اللي موجود اللي عند السهم اللي في الصوره في الشمال الاكستنسور كاربي انر سب شيس والتندون نطت منه. طيب لو احنا دلوقتي خلاص احنا كلينيكالي عملنا اكزامينيشن وشكينا ان العيان ده عنده اكستنسور كاربي انر تندنايتس ويز او ويزاوت انستابيليتي، ايه الخطوه اللي بعدها؟ هنعمل له انفستيجيشن. ممكن نعمل له دايناميك الترا ساوند او نعمل له ام ار اي. دي صوره اكزيال كات في الام ار اي، لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان النوتش بتاعه الاكستنسور كاربي انر فلات شويه وان التندون خارج منها. طيب العيان لقينا ان هو عنده انستابيليتي وهو كان هاي ديماند بيشنت، ايه السيرجيكال انترفنشن اللي هو هيتعمل؟ البيزك انترفنشن اللي كان موصوف زمان ان احنا بنجيب سليب من الاكستنسور ريتيناكيولم. السليب دي بتبقى راديالي بيزد، يعني ماسكه راديال واحنا بنقطعها النر ونخيطها في الاكستنسور ريتيناكيولم تاني. لو احنا خدنا بالنا الصوره اللي في النص دي صوره الريست واحنا بنعمل برونيشن وسوباينيشن، هنلاقي ان الاكستنسور كاربي انالس ريليتد للالنا ريجاردلس اوف ذا بوزيشن اوف ذا ريست. بس لو احنا عملنا الاستابيلايزيشن التكنيك ده بتاع الاستابيلايزيشن هنبقى واخدين الاكستنسور كاربي انالس مع الاكستنسور ريتيناكيولم، فهيبقى البوزيشن بتاعه ريليتد للبوزيشن بتاع الريديوس رادر ذان الالنا. وبالتالي الاكستنسور كاربي انالس تندون هيبقى ستيبل بس مش هيمنتين التو فانكشنز بتوعه اللي احنا قلنا له قلناهم اللي هو في برونيشن هيستابيلايز الدي ار جي وفي سوباينيشن يستابيلايز الاكستنسور الانو كاربال جون. طيب ايه الالترناتيف بقى؟ ان احنا بنرفع الكبسول بتاعه الدي ار جي ونبدا نعمل ريلوكيشن للتندون بتاع الاكستنسور كاربي انالس ديب للكبسول، وبالتالي يبقى التندون ده احنا عملنا له ستابيلايزر وعملنا ريكريشن الاكستنسور كاربي انالس سب شيس، وفي نفس الوقت التندون لسه مينتيننج الريليشن شيب بتاعه مع الالنا. وبالتالي البيشنت التندون ده بيؤدي الفانكشنز بتوعه كستابيلايزر للدي ار يو جي في برونيشن وستابيلايزر في السوباينيشن للالنا كاربال زون. احنا ليه بنقول الكلام ده؟
لان الاكسنسور كاربي انارس لما نيجي نتكلم على الـ على التي اف سي سي هنلاقي ان الاكسنسور كاربي انارس سب شيس احد الستابلايزرز بتاعه التي اف سي سي، وبالتالي يعني لو احنا كان العيان عنده تي اف سي سي واحنا عملنا له ريبير وبدانا ان احنا نعمل ريكونستراكشن للاي سي يو سب شيس بهذه الطريقه، يبقى احنا عملنا دبل اتاك على الانستابيليتي بتاعه الدي ار يو جي. طيب هنتكلم بقى على التي اف سي سي. ايه هو التي اف سي سي؟ التي اف سي سي ده بيتكون من كذا ستراكشر. في اول حاجه زي الصوره الشمال عندنا الديسك، وبعدين عندنا الالنو اليونيت والالنو ترايكويترال ليجامنتس، وعندنا طبعا كماله الديسك البريفرال باس بتاعته اللي هم الفولر والدورسال سوبرفيشال وديب ديستال راديو النر ليجامنتس، وعندنا الاكسنسور كاربي انارس سبشيس. سريعا كده احنا مش هنتكلم على تي اف سي سي كتير، احنا قلنا احنا يعني قصدين ان احنا نهمله عشان نعرف الناس ان مش هو ده المين كوز او الاونلي كوز بتاع التي اف سي سي. التي اف سي سي تمبورالي كلاسيفايد لاكيوت او سب اكيوت او كرونيك. اكيوت ده بيبقى في اول 3 شهور اللي هو لو البيشنت بريزنتد من الانجري بيعامل يعني بيبقى فيه فيري هاي probability او هاي انسيدنس ان هو يحصل له هيلينج مع سواء كونزرفاتيف مانجمنت او الاوبريتيف ريبير. الساب اكيوت بيعامل معامله الاكيوت في الانترفنشن، ولكن احنا عارفين ان البروجنوزس جاردد. والكرونيك بنبقى اللي هو اللي بعد حوالي سنه، وان كانت البوينت اللي هي التشيك بوينت بتاعت سنه دي في عليها ديبيت، بس لو احنا افترضنا ان هي سنه بعديها نبدا نعمل ريكونستراكشن رادر ذان ريبير. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعت التي اف سي سي بالمر قسمه لنوعين، تايب 1 اللي هو الاكيوت، وتايب بي وتايب 2 الكرونيك. تايب 1 سب كلاسيفايد بقى ال 1 ايه اللي هي اللي في شمال الصوره اللي هو السنترال سايد تير، وتايب 1 بي الانر سايد تير، وتايب 1 سي الثاني واحد من اليمين اللي هو الفولر، وتايب 1 دي اللي هو الريديال. طب هو ليه متقسم كده وليه يعني هيفرق في ايه معانا؟ هيفرق معانا ان التي اف سي سي شبه المينيسكس شويه، الجزء البريفرال بتاعه والفاسكولارايز وفي عنده ادكويت هيلينج بوتنشال، وبالتالي لو عملنا له ريبير وارد ان هو يحصل له هيلينج. والجزء السنترال ما فيهوش هيلينج بوتنشال لان هو ايه فاسكولار، وبالتالي المانجمنت بتاعته هتبقى دايركتد تووردز ديبرايدمنت لو كان في بين، ولو ما كانش فيه يعني لو كان فيه سيفير بين يعني مش متحسن بالكونزرفاتيف مانجمنت هنبقى دايركت تووردز ديبرايدمنت انتر اوبراتيف رادر ذان ان احنا نعمل ريبير. طيب البيشنتس بقى لما بيجي لنا ايه هي الساينز اللي اتعرفنا قوي ان احنا عندنا تي اف سي سي تير؟ في حاجه اسمها فوفيا ساين. فوفيا ساين دي بتبقى عباره عن تندرنس في الالنر سناف بوكس. احنا زي ما في عندنا سناف بوكس على الراديال سايد في عندنا على الالنر سايد سناف بوكس. طيب ايه هي بقى الباوندريز بتاعته؟ الفولر باوندري بتاعنا هو الفليكسور كاربي انارس، الدورسال باوندري هو الاكستنسور كاربي انارس، بروكسيمالي الهيد بتاعت الالنا، وديستالي التراكويتر. المربع ده الاستراكشر اللي بيبقى لاينج جواه ان ديبث فيه هو الديسك بتاع التي اف سي سي. لما نيجي نعمل منظار خلينا نعرف الكونسبت بتاعت الايسبرج كونسبت. احنا التي اف سي سي احنا قلنا ان احنا في عندنا اللي هو الجزء السوبرفيشال اللي هو مكتوب عليه دي سي، ده اللي احنا بنشوفه بالمنظار ده اللي هو الديسك، والجزء الديب اللي هو مكتوب عليه كي سي، الجزء ده هو اللي فيه الديب ديستال راديو اونر ليجمنتس ده اللي ما بنشوفوش بالمنظار. وبالتالي لو احنا كان عندنا التير مش كومبليت يعني واخد الجزء الديب بس، ممكن لو عملنا منظار ما نشوفوش. طب ايه الحاجات اللي في المنظار اللي ممكن تعرفنا ان يعني تدينا كلو ان الجزء ده مقطوع؟ اول حاجه في حاجه اسمها الهوك تيست. الهوك تيست ده احنا الجزء التي اف سي سي في جزء انتيريور فيه اسمه بريستايلودريسس، ده ديفكت موجود نورمالي مش تير. احنا بنحط هوك ونبدا نحاول ان احنا ناخد الديسك ونرفعه لفوق. لو الديسك اترفع معانا وكان باتيولس يبقى الديب بارت زي ما موجود في الصوره، يبقى الديب بارت مقطوعه، ولو ما كانش باتيولس وكان في تنشن يبقى الديب بارت سليمه. وبرضه بنعمل ترامبولين تيست. ترامبولين ده واحنا بنخش بالبروب بتاع المنظار ونبدا ان احنا الجزء السوبرفيشال بتاعنا نعمل بيه بروبينج من فوق لتحت. لو لقينا ان هو تايت يبقى في الغالب الجزء السوبرفيشال سليم، ولو لقينا ان هو لوز يبقى الجزء السوبرفيشال مقطوع.
طيب ده تايب 1 اللي هو الاكيوت تايب. في تايب 2 بقى اللي هو الانر امباكشن سيندرومز. احنا كنا اتكلمنا واحنا بنتكلم في الكوز قلنا ان في جروب كبير من الامباكشن سيندرومز. اول واحد فيهم هنتكلم عليه هو الانر امباكشن سيندروم. الانر امباكشن سيندروم بيبقى سيمبلي ان العيان بيبقى عنده بوزيتيف انر فاريانس وتبدا الانر دي تعمل امبينجمنت على اليونيت ويبدا جزء الاستراكشرز اللي موجوده ما بين الانا واليونيت تتاكل واحده واحده. طيب ايه كلاسيفيكيشن بتاعته بقى؟ احنا قلنا ده يعتبر هو تايب 2 في البالمر كلاسيفيكيشن. تايب 1 ان احنا يحصل لنا وير في التي اف سي سي. تايب 2 اي سوري اللي هو يحصل لنا وير في التي اف سي سي. تايب بي ان احنا يحصل لنا وير في الجزء اللي قصادها اللي هو الكيسنج بتاعها اللي هو اليونيت والترايكوتري. تايب 2 سي ان احنا التي اف سي سي يبدا يحصل له كومبليت بيرفوريشن. تايب 2 دي ان احنا التي اف سي سي يحصل له بيرفوريشن والجزء برضو اللي قصاده الكيسنج اللي قصاده اللي هو اليونيت ترايكوتري ليجمنت يبدا يتقطع. وتايب 2E ان احنا يبدا يحصل لنا ارثرايتس. خلينا بس نعرف ان التشيك بوينت بتاعتنا هي تايب 2C لان المانجمنت بتاعنا قبل تايب لحد تايب 2C بيبقى حاجه وبعد تايب 2C بيبقى حاجه تانية. لان احنا لو خدنا بالنا احنا قلنا ان في تايب 2D اليونيت ريكوتري ليجمنت اتقطع يبقى في الفتره دي في الستيج دي هيعامل معامله ان البيشنت عنده اليونيت ريكوتري ديسوسيشن ان اديشن تو انر امباكشن سيندروم. وتايب 2 اي هيبدا يعمل معامله ان هو عنده انو كاربال ارثرايتس. خلينا بس نفتكر حاجه ان احنا البيشنت ده اللي عنده انر امباكشن سيندروم لما نيجي نشوفه هنلاقي بنعمل له بلين اكس راي هنلاقي ان هو عنده وير او ساينز اوف وير وسيستيك تشينجز في الانر بروكسيمال سايد بتاع اليونيت. ولو عملنا له ام ار اي هنلاقي في انكريس سيجنال او تشينج في السيجنال في اليونيت. فخلينا مش اول لما نلاقي السيجنال تشينج دي موجوده في اليونيت نعمل جامبينج على طول ونقول ان العيان ده عنده كيمبوك. لا ده اسمه سودو كيمبوك او ما هو مشابه للكيمبوك. في الكيمبوك دايما السيجنال بتبقى موجوده مور ديفيوز على اليونيت وبتبقى مور بروكسيمال. ولكن السيجنال التشينجز اللي في اليونيت في العيان اللي عنده انر امباكشن بتبقى ستريكتلي ايزوليتد للبروكسيمال انر سايد بتاع اليونيت. طيب علاجه ايه؟ ان علاجه ايه العيان ده دلوقتي عنده الانا فيها بوزيتيف فاريانس لو هو في اول جريدز اللي هي من 1 من A لحد C هنعمل انر شورتنينج. في ناس اخترعوا حاجه جديده قال بدل ما احنا نعمل انر شورت ممكن الجزء الهيد بتاع الانا لوحدها نشيلها ونظهر دي حاجه اسمها ويفر بروسيدج. دكتور رامي دكتور رامي اعتقد عنده مشكلة. ثواني نتابع معي.
دكتور عبد الحكيم بيه. لحد ما الدكتور رامي نشوف ممكن حضرتك تبتدي المحاضره والدكتور رامي يبقى يكمل ان شاء الله بعد حضرته. احمد نعيم موجود، فلو هو جاهز نخلي الدكتور احمد نعيم يبتدي عشان هو هيتكلم على البايوميكانكس، هتبقى تمام احسن. انا مش مستعجل يعني، ممكن اقعد مع رامي جويند. دكتور رامي جويند، معلش دكتور رامي، ظاهر حصل عند حضرتك مشكله في الانترنت كده. صوت رجع، معلش انا اسف. رجع. احنا كنا اخر حاجه سمعناها من حضرتك دكتور رامي الويفر بروسيجر. طيب حاضر، انا بس هشغل البرزنتيشن تاني. كده البرزنتيشن رجع، البرزنتيشن رجع واحنا شايفينه كويس. اوكي، احنا بس خلينا بس نصعب الدنيا شويه، ان احنا ممكن البيشنت يعني لما يعمل يجي لنا بريزنتنج ان احنا نلاقي فيه تيبيكال فايندنجز في اليونيت، ان احنا نلاقي السيتس الموجوده فيها على الالنر سايد بروكسيمال، بس ما نلاقيش العيان ده عنده الالنر بوزيتيف فاريانس. العيان دول في الغالب عندهم دايناميك بوزيتيف فاريانس، فاحنا العيان ده نصوره في برونيشن وكلين شيت تيست، وساعتها هنلاقي الدايناميك بوزيتيف فاريانس هيبدا ان هو يظهر. تاني نوع من الانفكشن سيندرومز حاجه اسمها انر ستايلويد انفكشن سيندروم. الانفكشن بدل ما هو بيبقى عباره عن انفكشن ما بين الهيد بتاعه الانر والكارباس اللي هو بيبقى مينلي اليونيت او اليونيت والتراكوتري، بيبقى انفكشن ما بين الستايلويد والتراكوتري. الانفكشن ده كاركترستيكالي ليه بوزيشن معين، يعني احنا التي اف سي سي او سواء تي اف سي سي انجري سواء اكيوت او الانر انفكشن، بيبقى البين او التندرنس اكتر في الانر ديفيشن مع البرونيشن. ولكن الانر ستايلويد انفكشن سيندروم بيبقى الانفكشن بيحصل في السوباينيتد بوزيشن اكتر. يبقى احنا دلوقتي عندنا حاجتين البين فيهم كان مع السوباينيشن. اول حاجه الاكسنسور كاربي انيس سواء تندنايت سواء ويذ او ويذاوت انستابيليتي، والالنر ستايلويد انفكشن سيندروم. طيب علاجه ايه؟ علاجه ان احنا نعمل ريسكشن للالنر ستايلويد سواء اوبن او ارثروسكوبيك. طيب تاني الحاجه اللي بعد كده الفراكشر هوك اوف هاميت. الفراكشر هوك اوف هاميت من برضو الهيستوري اللي هيفرق معانا ده، لو عيان شغال مانيوال وركر بيدق كتير، او لو عيان بيلعب رياضه الكومن اللي بتيجي مع الفراكشر هوك اوف هاميت السايكلينج، ان هو اللاعب بيبقى بيجري دايما والجدون بتاع العجله بيبدا يخبط، فبيجي لهم ستريس فراكشر في الهوك اوف هاميت، او لو وقع على ايده بيجي له فراكشر في الهوك اوف هاميت. طيب خلينا نقول ان الهوك اوف هاميت دي هي الانر بوردر بتاعه الكاربال تانل، وبالتالي النقطه دي في الاناتومي هي اللي هتفرق معانا، وهي البيزس بتاعه الكلينيكال تيست اللي احنا لسه هنقوله. التست اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل ulnar deviation للريست، وبالتالي التندونز الفليكسور تندونز بتوع الليتل فينجر والرينج فينجر بيبداوا ان هم يبقوا كانهم معلقين على الهوك اوف هاميت زي ما موجود في الصوره. ولو احنا عملنا فليكشن للليتل والرينج فينجر اجينست ريزيستنس، كان احنا بنزود الانجيوليشن او الانجولار مومنت بتاعهم على الهوك اوف هاميت، والبيشنت يجي له تندرنس في مكان الانر سايد اللي هو في الهوك اوف هاميت. يعني احنا لو عملنا فليكشن للليتل والرينج فينجر من غير ما نعمل انر ديفيشن، التندون مش هيبقى انجيوليتد والاكسس بتاعه الهوك اوف هاميت، فبالتالي مش هيبقى بينفول. بس لو عدنا التست ده واحنا عاملين انر ديفيشن، هنلاقي التندون زي ما موجود في الصوره عاملين انجيوليشن، ولما يجي يعمل فليكشن البيشنت هيحس بتندون. طيب العيان ده نصوره ازاي؟ هنصوره بلين اكس ري، بس مش الفيوز العاديه البي اي واللاترال، هنصوره حاجه اسمها كارفال تانل فيو. البيشنت بيخلي الريست بتاعه اكستندد في الماكسيمال اكستندد واكستنشن اللي هو حوالي 70 ل 80 درجه، وبعدين بينزل ما بين يعني ما بين 30 ل 45 درجه. الصوره اللي هتظهر هي الصوره اللي موجوده على اليمين. الصوره اللي على اليمين دي لو احنا بصينا على الجزء الراديال بتاعها فوق، هنلاقي في يعني فوق هنلاقي الصابع بقى باينه، يعني الخامس والرابع والثاني والثامن والثامن بعيد خالص عنه. لو احنا طلعنا جزء فوق في السنترال هتلاقي ان في
عظمة الفيزي فورم موجودة، ووراها في هوك، ده الهوك فهمته هنلاقي فيه ترانسفيرس بلاك لاين، ده الفلكسر هوك وهمي. لو مش باين قوي احنا ممكن نعمل بيشنت سي تي. الحاجه اللي جايه حاجه اسمها هاميتوليونيت انفكشن سيندروم. قبل ما نعرف الهاميتوليونيت انفكشن سيندروم عايزين نعرف ان اليونيت ليها مورفولوجي في الكورونا، في الكورونا على حسب الارتكيوليشن ديستال ارتكيولار سيرفيس بتاعها. تايب 1 اليونيت بتبقى ارتكيوليتنج مع الكابيتيت بس، وتايب 2 اليونيت بيبقى فيها فاسيت للكابيتيت زي الصوره السي تي اللي موجوده، الام ار اي اللي موجوده فيها فاسيت موجوده للكابيتيت وفاسيت ثانيه للبروكسيمال بول بتاع الهامين. بس خلينا نقول حاجه ان تايب 2 اليونيت دي موجوده في حوالي، في ستاديز بتقول هي موجوده لحد 70% من النورمال بوبيوليشن، وبالتالي مش كل بيشنت موجود عنده النر سايد ديست بين وعنده تايب 2 يونيت اقول ان العيان ده عنده هاميتو اليونيت انفكشن سيندروم. امال اعرف ازاي انه عنده هاميتو اليونيت انفكشن سيندروم؟ اول حاجه وانا بعمل فلتيشن هلاقي عنده تندرنس في البروكسيمال بول بتاعت الهاميت. والحاجه الثانيه لو عملت له ام ار اي هلاقي الانكريس سيجنال اللي موجوده عند البروكسيمال بول بتاع الهاميت وعند الجزء اللي ارتكيوليتنج معاه. علاجه ايه؟ علاجه ان احنا نعمل اكسيجن ريسكشن للبروكسيمال بول بتاع الهاميت سواء اوبن او ارثروسكوب. عندنا المشاكل في الدي ار يو جي اللي ممكن تبريزنت بالانر سايد اوف ديس بين، ممكن يبقى على بيشنت بريزنتنج بانستابيليتي او ارثرايتس، والارثرايتس دي احتمال كبير ان هي تبقى سكندري للانستابيليتي. خلينا برضو واحنا بنتكلم في الدي ار يو جي نبقى عارفين حاجتين، ان البيشنتس اللي بريزنتنج بريست بين، ريست بين ده ممكن يبقى مينلي مع الروتيشن، وبالتالي ساعتها تشك ان البيشنت ده يعني دي حاجه كرود يعني تشك ان البيشنت ان البين ده يعني اكتر دي ار يو جي، او ان البين يجي مع فليكشن واكستنشن وساعتها تشك ان البين ده اكتر يبقى ماشي يعني اكتر ان هو ميد كارفال او ريديو كارفال. لو الانستابيليتي اكيوت هنعمل ريبير، ولو كرونيك هنعمل ريكونستراكشن للديستال ريديو اندر ليكوز. ممكن البيشنت بريزنت باليونو ترايكوتريال ديسوسيشن بكل الجريدز بتاعته، لما نيجي نعمل له اكزامينشن هنحاول ان احنا نعمل بالوتمنت لليونيت اجينست الترايكوتريال. خلينا نبقى عارفين زي ما موجود في الصوره ان الترايكوتريال العظمه اللي موجوده قدامها اللي هي اللي موجود عليها الثمب التحتاني هي الفيزي فورم، فاحنا بنحط صباع يزق الفيزي فورم اللي هي ريبريزنتنج الترايكوتريوم، والصباع الثاني بيزق اليونيت، ونبدا نعمل بالوتمنت ليهم قصاد بعض ونشوف هل في جيفنج واي ولا لا. دي الصوره الثانيه ليها ريفيو ثاني. لو جينا نعمل بلين اكس راي هنلاقي ان البيشنت في ستيج من الستيجز هيخش في فيزي ديفورميتي، يعني الصوره اللي في اليمين هنلاقي فيها فليكشن في السكافويد وهنلاقي اليونيت فليكسد عكس الفيزي ديفورميتي اللي بتحصل مع السكافويد يونيت ديسوسيشن. لو جينا نعمل البيشنت ده منظار هنلاقي في الميد كاربال جوينت هنلاقي السبيس اللي موجوده في البروكسيمال رو سيبريشن ما بين اليونيت والتراكتور. بس احنا عملنا بس ريزوميه سريع كده للكوزز بتاعه الانر سايد بين، قلنا مش هنطول عليكم. شكرا. شكرا دكتور رامي، حقيقي محاضره جميله ومفيده، واتمنى ان اكون الجميع استفاد بيها. دكتور احمد بن عيم لو حضرتك جاهز معانا، زي الدكتور عبد الحكيم كان بيستاذن حضرتك، لو نبتدي احنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا دكتور محمد، واهلا لجميع الحضور. يعني طب انا بس عندي حاجه تكنيكال كده، يعني معلش، هل ممكن الدكتور عبد الحكيم خلاص اوكي هبتدي انا. اوكي تفضل دكتور عبد الحكيم. معانا استاذ دكتور طبعا عبد الحكيم عبد الله. هتبتدي ما حدش هيبقى ليه اي عايز يعني دي نفس اللي لا ازاي تفضل يا بيه. تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بشكر الزملاء في طب حلوان دعوتي اكون معاكم، وشرف ليا ان انا اكون معاكم. ان شاء الله هناخد توك سريعه عن الكاربال انستابيلتي. في التوك دي عندنا شويه حاجات عايزين نعرفها، عايزين نعرف احنا دايما نسمع ديفينيشنز كتير للكاربال انستابيلتي، عايزين نعرف مفهوم كل ديفينيشن منهم. هناخد سام امبورتنت اناتوميكال ستراكشرز، هنعرف حاجه عن الايتيولوجي اوف كاربال انستابيلتي، كلاسيفيكيشنز، الدياجنوزيس، وهنتكلم بسرعه عن حاجات في التريتمنت. دوبنز ولينشت من سنه 1972 ديسكرايبد الكاربال انستابيلتي على انها كاربال مال الاينمنت، فهي مال الاينمنت للكاربال روز مع بعض. والكاربال انستابيلتي دي رينجنج من ليجامنتس لاكستي لحد كومبليت رابشرز، ودول بينتج عنهم حسب الديجري اذا كانت لاكستي او رابشر، بينتج عنهم المودل انستابيلتي اللي هيكون عندنا اللي هنناقشه بعد كده ان شاء الله. امال ايه الكاربال ديسلوكيشن عشان نفرقها من الانستابيلتي؟ الكاربال ديسلوكيشن هو لوس اوف كونتاكت بتوين الكاربال بونز في السيم رو او بين الكاربال رو بتوين البروكسيمال والديستال رو. ايه التايبس اوف كاربال انستابيلتي؟ ميكو ديسلوكيشن قسمت الكاربال انستابيلتي لكاربال انستابيلتي نون ديسوشيتيف وهنفهمها بعد شويه على طول، وكاربال انستابيلتي ديسوشيتيف، وكاربال انستابيلتي كومبلكس، وكاربال انستابيلتي ادابتيف. فعندنا دلوقتي عرفنا الانستابيلتي والديسلوكيشن، جد عندنا في الانستابيلتي اربعه تيرمز عايزين نعرفهم: النون ديسوشيتيف والديسوشيتيف والكومبلكس والادابتيف. ايه الكاربال انستابيلتي نون ديسوشيتيف؟ كاربال انستابيلتي نون ديسوشيتيف معناها في مال الاينمنت بس ما فيش سيبريشنز بتوين الكاربال بونز. يعني النون ديسوشيتيف هتبان اكتر لما نعرف الديسوشيتيف. والنون ديسوشيتيف دي انواعها زي الفيزي والديزي والكابيتال يونيت انستابيلتي والميد كاربال انستابيلتي. يعني بتوين البروكسيمال كاربال رو والديستال كاربال رو كل واحد منهم ما فيش سيبريشن بتوين البونز في نفس الرو. بس في مال الاينمنت بتوين البروكسيمال كاربال رو والديستال كاربال رو زي ما احنا شايفين كده، اللي هنا اليونيت تلت الدورسالي فعامله ديزي ديفورمتي. طيب امال ايه الكاربال انستابيلتي ديسوشيتيف؟ ان بيحصل ديسوشيشن بتوين سكافويد اند اليونيت اور ديسوشيشن بتوين اليونيت اند تريكيتروم. يبقى لو حصل الانتر اوسيس ميمبرين بتوين السكافويد واللينيت حصل له رابشرز، او بتوين التريكيتروم واللينيت حصل له رابشرز، فبيجي لنا الكاربال انستابيلتي ديسوشيتيف. نرجع تاني بقى للنان ديسوشيتيف، هنلاقي النان ديسوشيتيف ان مفيش سيبريشن بتوين السكافول يونيت فيها او اليونو تريكيترال. الفيلير فيها في الميد كاربال رو، عشان كده بيجي لنا الفيزي والديزي ديفورمتي. طيب امال ايه الكاربال انستابيلتي كومبلكس؟ الكاربال انستابيلتي كومبلكس هي عباره عن كومبينيشن بتوين كاربال انستابيلتي ديسوشيتيف وكاربال انستابيلتي نون ديسوشيتيف. ودي اكتر مثال ليها بالكاربال انستابيلتي كومبلكس اللي هي الكاربال فراكشر ديسلوكيشنز، او الكاربال زي البيري نيت ديسلوكيشن او ترانس سكافوبل نيت ديسلوكيشن، دول الكاربال انستابيلتي كومبلكس. طب امال الكاربال انستابيلتي ادابتيف يعني ايه؟ احنا نبص في هنا في البيكتشر دي نلاقي عندنا ديزي ديفورمتي، ان اللينيت تلت الدورسالي وعندنا ميد كاربال مال الاينمنت، بس ده نتج منه ايه؟ نتج عن مال يونايتد ديستال ريديوس. يبقى المال يونايتد ديستال ريديوس هي اللي خلت اللينيت تلتد، وبعدين سكندري التلت بتاعت اللينيت دورسال الكابيتيت تلتد فولر، عشان كده اسمها ادابتيف. يبقى هي ادابتيف للمال يونيون اوف ديستال ريديوس، وبعدين ادابشن من الكابيتيت للمال الاينمنت of the lineage. يبقى الكاربال انستابيلتي اتقسموا اربع اقسام: نون ديسوشيتيف اللي ما فهمش سيبريشن بين سكافويد واللينيت او لينيت وتراكيترم، ديسوشيتيف اللي فيهم سيبريشن سكافول لينيت ديسوشيشن او لينو تراكيتر ديسوشيشن، او الكاربال انستابيلتي كومبلكس اللي فيها زي الكاربال فراكشر ديسلوكيشن او بيرنيت ديسلوكيشن، واخر حاجه الكاربال انستابيلتي ادابتيف اللي هي ادابتيشن لمال يونيون اوف ديستال ريديوس. طيب دول اول تقسيمه. بعدين في تقسيمه ثانيه قالت ان احنا عندنا كاربال انستابيلتي ستاتيك ودايناميك. ايه اللخبطه دي بقى؟ ايه الستاتيك وايه الدايناميك؟
اللي انا اعمل اكس راي الاقي كاربن انستابيلتي واضحه، بقى دي استاتيك انستابيلتي، لان الانستابيلتي باينه في الاكس راي من غير ما اعمل حاجه. لكن لو انا اضطريت اعمل ستريس فيو او لما افحص العيان اقدر الاقي الساينس، يبقى دي الدايناميك. يبقى الدايناميك انستابيلتي عندنا نورمال اكس راي لازم اعمل يا اما ستريس فيو يا اعمل بالاكزامينشن اطلع دايناميك، او العيان يقدر يعملها لي. العيان يقول لي انا ايدي بتطق كده ويعمل هو اكزيال لود، فيقدر يعمل الانستابيلتي اللي عنده. يبقى ادي التقسيمه الثانيه اللي هي استاتيك ودايناميك. الاستاتيك ابارنت في الاكس راي، والدايناميك لازم اعمل حاجه عشان ابينها. ناخد حاجه صغيره في الاناتومي، يمكن الدكتور احمد هيجيلها اكتر شويه، ان الكاربال انستابيلتي بتنفولف من اول الديستال ريديس والالنا، البروكسيما كاربال لو، الديستال كاربال رو، الميد كاربال جوينت، والبيز بتاع الفيفث الفايف ميتا كاربلز. هما دول كلهم اي انستابيلتي فيهم يبقى دي من الانستابيلتي. هنلاقي احنا عندنا دايما نعرف ان احنا عندنا 8 كاربال بونز، لا احنا عندنا 6 كاربال بونز متقسمه في تو روز، اللي هم اليونيت والتريكترم في البروكسيمال رو، وبعدين الهاميت والكابيتيت والترابيزيوم والترابيزويد في الديستال رو. الله، امال فين الاثنين التانيين راحوا فين؟ السكافويد لما نشوفها نلاقي السكافويد دي عباره عن بون، هي عباره كانت نصها من البروكسيمال رو ونصها من الديستال رو، بس ربنا لما خلقهم لحمهم في بعض. عشان كده اول ما السكافويد تتكسر نصها يمشي مع اليونيت ونص تاني يمشي مع الترابيزيوم والكابيتيت. عشان كده احنا ممكن نعرف نقول السكافويد هي عباره عن بون سبانينج التو روز، البروكسيمال وديستال رو. والبيزي فورم هي عباره عن ايه؟ هي ساموييد بون مش مشتركه في اي حاجه من الـ من الـ من الـ من الـ من الميكانكس بتاعت الريست، الا في بعض الحاجات صغيره ممكن نتجاهلها. فاليونيت عندنا، اليونيت هي الكورنر ستون بتاع الريست، ماسكه بالسكافوليونيت ليجامنت تو ذا سكافويد، وماسكه باليونيت راكيترال ليجامنت تو ذا اليونيت. والستراكشرز ده هو اللي مدي الانتجري بتاعت الريست. لو حصل اي كات في السكافوليونيت او اليونيت راكيترال، ده بينتج عنه ديسوسيشن، وكل كاربال رو كل كاربال بون تمشي في دايركشن مختلف. الاستابيلتي بتاعت الريست بتعتمد على بوني والليجامنتس. الليجامنتس هنجي لهم بالتفصيل دلوقتي، وديناميك ستابلايزر هم ماسلز، ودول مهمين بس يمكن مش هنحققهم النهارده. ليه؟ لان دي ساعات في الفيزيوثيرابي لما بنعمل سترينسنج الاكسنس كاربال رادياليس لونجس والفليكس كاربال رادياليس، ده بيساعد شويه في الديناميك ستابلايزر اوف ذا ريست. البوني كونسترينت هو شكل البونز نفسها قريب شويه، ان الكيرفز دي نفسها سواء في الاي بي او في اللاترال بيدي ريزيستنس للديسلوكيشن وبتحافظ على الانسبيلتي. طب نيجي بقى للمهمين اللي هم الانترنسك ليجامنتس. الانترنسك ليجامنت عندنا اثنين ليجامنتس مهمين قوي، اللي هم سكافوليونيت واليونوتراكترال. هما دول ما هوش ليجامنت واحد، ده كل ليجامنت فيهم عباره عن 3 بارت، فولر ودورسال وانتر اوسيس او ممبرينس بارت اللي في النص. فعندنا فولر سكافوليونيت، دورسال سكافوليونيت، وبرضه عندنا فولر ليونوتراكترال ودورسال ليونوتراكترال، او بيسموا ده البروكسيمال بارت بتاع السكافوليونيت واليونوتراكترال ليجامنتس. يبقى هما دول مهمين قوي عن الاستابيلتي. ولما بيحصل لهم فيلير بيحصل لهم فيلير في جريدز. يعني مثلا لو اتقطع الفولر بارت الاول بيبقى عندنا دايناميك انستابيلتي، لكن لو اتقطع الفولر والدورسال والبروكسيمال بارت ده بينتج عنه ديسوشيتيف انستابيلتي، فعشان كده ممكن يتقطع بارشل. ونفسك يبقى عندنا هم 3 بارت، سكافولينيت انتر اوسيوس بالمر، سكافولينيت انتر اوسيوس دورسال، وسكافولينيت انتر اوسيوس البروكسيمال بارت. ونفس الكلام بيبقى بينهم وبين التريكترم، وعشان كده دول ايه القطع بتاع السكافولينيت ليجامنت ما هواش اول اور نان، لا ده ممكن يحصل بارشل انجري من فولر لدورسال. الدورسال بارت هو اهم واحد، هو اخر واحد بيحصل له فيلير. نيجي للكابسولار ليجامنت اللي هم احنا اتكلمنا على الانترنسك ليجامنت اللي هم بتوين كاربر رو، او كابسولار ليجامنت او الاكسترنسك ليجامنت اللي هم بتوين الريديوس والالنا تو ذا كاربال بون. عندنا دول تو جروبس، لونج وشورت. اللونج اللي هو الريديوس كافو كابيتيت، وبعدين اللونج ريديو لونيت،
وبعدين عندنا اللينو تراكترال والالنو تراكترال والالنو ليونيت ليجامنتس، وعندنا الشورت ليجامنتس اللي هم الشورت راديو ليونيت ليجامنتس. لما نبص للتو ليجامنتس دول نلاقي ان اللونج ليجامنتس والشورت ليجامنتس بيبقى فيه اريا بينهم، الاريا دي مش كفرد بليجامنت، اسمها سبيس اوف بريوري. سبيس اوف بريوري ده اللي هو دايما بيحصل منه ديسلوكيشن، دي اضعف حته في الريست اللي بتخرج منها الكاربال بونز لما يحصل ديسلوكيشن، عشان المثلث ده هو المثلث الوحيد اللي نوت كفرد باي ليجامنتس في الريست. قلنا ده الفولر. الدورسال عندنا اتنين جروب مهمين، الدورسال انتر كاربال اللي هو بيطلع من الترابيزيوم والترابيزويد لحد الترايكترم، والدورسال راديو كاربال ليجامنت اللي هو من الديستال ريديوس لحد الترايكترم. ودول يمكن مهمين عشان ليهم في الابروتش اوف الديستال ريديوس في حاجه اسمها كابسولار سيفنج انسيجنز، احنا ما بنقطعش الليجامنت بالطول، ممكن نقطعه بالعرض علشان نحافظ، يعني نخش بالانسيجن بتاعنا في وسط الليجامنت عشان نحافظ على الليجامنت اتاتشمنت الدورسال. ازاي الكاربال ديسلوكيشن بيحصل؟ هو عاده ان هم اي هاي انرجي تروما، دايما بيبقى معاهم لايف، عاده يبقى معاهم لايف ثريتنينج انجريز، احيانا بيبقوا ميزد، وكتير قوي بيبقى اسوشيتد مع ابسي لاترال فور ارم او البو انجريز. العيان دايما بيقع في دورسي فليكشن، في الريديال ديفيشن بيحصل منه ده البروبلم. بيحصل ازاي البروبلم؟ بيحصل سكافولد انستابيلتي، دي الموست كومن تايب او اول حاجه بتحصل في الكارب فراكشر ديسلوكيشن، ده تايب من الديسوشيتيف انستابيلتي. ممكن تبقى استاتيك او دايناميك حسب اذا كان الهول سكافولد يونيت ليجامنت هتقطع او الفولر بارت اللي اتقطع. بس الديناميك ممكن تبقى محتاجة حاجات عشان الدياجنوزيس. طيب ازاي الانجري بيحصل؟ احنا دايما بنقول ان اول حاجة ان الستيج ده بنسميه ستيج 1، اللي هو لو كمل بعد كده هيحصل كارب فراكشن ديسلوكيشن. اول حاجة ان نتيجة ان العيان وقع في دورسي فليكشن ان الديستال رو از فورسد ان هايبر اكستنشن، يبقى الدورسال رو فورسد ان هايبر اكستنشن، هيخلي يبقى السكافويد مع الترابيزيوم هيحصل لهم اكستنشن. لما يحصل اكستنشن لليونيت للسكافويد مع الكابيتيت، يبقى ممكن السكافولينيت ليجامنت يتقطع، يبقى هو ده اول سبب في السكافولينيت ليجامنت يتقطع، ان الهايبر اكستنشن اوف ذا ريست، بيحصل هايبر اكستنشن اوف ذا كابيتيت. الكابيتيت بتاخد معاها سكافويد، دكتور احمد عيمه شرح لنا ده بالتفصيل شويه. لما تقطع دي هيتقطع السكافول، يحصل فيلير السكافولينيت ليجامنت، وهتبقى ده الفيرست ستيج اللي هو لو وقف عند كده هيدينا سكافولينيت انستابيلتي، لو كمل ممكن يدينا الديسلوكيشن. لازم هنعرفها من الهيستوري، من التروما وقع ازاي. الراديولوجيكال دايجنوزيس ممكن للحاجات اللي هي الديناميك اللي مش باين فيها حاجه ممكن تعمل ارثروسكوبيك. الاكيوت ديسوسيشن ده لو بعد التروما هنلاقي بين وسويلنج، والبين وسويلنج هنا دايما بنلاقيهم يعني ايه سيجنيفيكانت بين وسويلنج، عشان يعني بلاش التيرم بتاع عين عنده سبرين ريست، لان السبرين ده هو ديجري من سكافولد يونيت ليجامنت انجريز، ولازم ناخد بالنا اذا كان ده انو بارت عشان العيان ما يجيش ليت بارثرايتس. العيان طبعا عنده ليميتيشن في الموفمنت اوف ذا ريست. لو ما عنديش حاجه هعمل الاكزامينشن، هلاقي عندي لوكالايز تندنس على السكافولينيت ليجامنت، اللي هو احسن حاجه ان انا احس الليستر تيوبكل وجاست ديستال للليستر تيوبكل، ده يبقى فوق السكافولينيت ليجامنت. لو العيان ده بريزنتد بعد مثلا اسبوع او اسبوعين لما يكون البين قل شويه، ما اقدرش اعمل الواتسون تيست والعيان في اكيوت تروما، لان بينفول تيست. فلو ده لو العيان ده عدى مثلا 2 ويكس او حاجه اقدر اعمل له تيست، الاقي حاجه اسمها بوست بلوتومنت تيست. لو انا بالثامب والاندكس مسكت اليونيت وباليد مسكت السكافويد وبالثامب الثاني مسكت اليونيت، اقدر اعمل جيركي موفمنت لليونيت اجينست السكافويد. طبعا الموشن هتبقى ريمتد شويه. العين نفسه دايما بيبقى عنده لو عملت له جريب وبنش تيست هلاقي الاثنين ويك. الواتسون تيست بيتعمل ازاي؟ ان انا بحط الثامب تو سبورت، اعمل فول ألنر ديفيشن. زي ما الدكتور احمد نعيم هيقول لنا بعد شويه، لما اعمل فول ألنر ديفيشن
بيحصل السكافويد اكستنشن، فانا هعمل السكافويد اخليها اكستندد، وبعدين بالثامب هبوش التبروستي اوف ذا سكافويد دورسال، وبعدين ابتدي جراديوال اعمل راديال ديفيشن. لما اعمل راديال ديفيشن ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض زي ما انتوا راح نعملها قليله بعد شويه، السكافويد يحصل لها فليكشن. السكافويد بيحصل لها فليكشن ليه؟ لانها ماسكه في اللينيت بالسكافولينيت ليجامنت. طب لو السكافولينيت ليجامنت مقطوع وانا قاعد ازق الا السكافويد وانا برجع السبيس بيضيق، يبقى السكافويد الحل الوحيد ليها ايه؟ انها تخرج دورسال زي ما نشوف هنا. يبقى انا اقدر ساعتها ان بدل ما السكافويد تبقى فليكسد غصب عني، هقدر ازق السكافويد اوت اوف ذا ريست، والعين هيحس بينفول اودبل كلانك. ايه الساينز اللي بشوفها في الاكس راي؟ اشوف السبيس واسع، اشوف السكافويد فليكسد وباقي فيها حاجه دي اسمها رينج ساين، لان هي بقت عامله زي الخاتم. هلاقي ان الجاب دي ازيد من 3 مللي. انا ساعات ده الترم المكتوب في الليتريتشرز، بس انا دايما احب اقول ايه؟ كومبير السبيسز، دايما الريست سبيسز كلها قد بعض. لو السبيس ده واسع يبقى ده سكافولد انستابيلتي. في حاجه هنا كده احب بس يعني انوه عليها واقول ناخد بالنا منها. في ناس كتيره من غير سيجنيفيكانت تروما يجي نعمل لهم اكس راي نلاقي السبيس ده واسع، خصوصا في شباب صغيرين وما عندوش ساينز من انستابيلتي جامده. نعمل اكس راي للان انجرد ليمب نلاقي نفس المسافه. فناخد بالنا ان في بعض الناس عندهم السبيس واسع شويه مش نورمال. هنلاقي ايه تاني في الاكس راي؟ يبقى هنلاقي الرينج ساين، هنلاقي السبيس، هنلاقي ان في اللاترال فيو ان اليونيت تلت الدورسالي والسكافويد فليكسد. يبقى دول الساينز اللي احنا بنشوفهم في كلهم. طبعا في حاجه اسمها شينتونز لاين ممكن يجي له بعد شويه. هنلاقي ان احنا المفروض لو رسمنا لاين بتوين الترايكوتروم اليونيت سكافويد نلاقي اللاين ده عباره عن خط واحد، هنا نلاقيه انتربتد عشان مقطوع. عندنا نورمال السكافولينيت انجل بتبقى من 45 ل 60، بنلاقيها في الحالات دي ان السكافويد تلت الدورسالي، فنلاقي ان الانجل دي زادت عن ال 60 مثلا قرب ال 80. في الديناميك زي قلنا الديناميك وصفت ليزنيك مش مهم قوي، واهم حاجه في الدياجنوز بتاعها الواتسون تيست. ولو انا يعني ما عرفتش يعني بارد في الاكس وعايزين نشوف في الام ار اي، بنعمل ام ار اي وذ داي نلاقي فيه انتربشن في السكافولينيت ليجامنت في الفولر بارت بتاعه. ممكن نعمل ارثروسكوبي عشان نكونفيرم او نتريت بعد كده. لو ده لو حصل في الدورس فليكشن وقف عند الستيج السكافولينيت ليجامنت والتروما انتهت. طب لو التروما فضلت مكمله، يعني العيان عنده سيفير تروما، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل واحد اوف تو انجرز، حاجه اسمها ليسر ارك انجرز او جريتر ارك انجري. الليسر ارك انجرز زي ما اتوصف بمايفيلد ان التروما تمشي في السكافولينيت ليجامنت، وبعد السكافولينيت ليجامنت تخش في الميد كاربال جوينت، وبعدين تخش في اليونوتراكترال ليجامنت، وبعد يحصل ديسلوكيشن في اليونيت. او بدل ما الدورس فليكشن لو كان اكتر شويه، التروما بدل ما تمشي كارب تمشي في وسط السكافولينيت ليجامنت، لا تعمل فراكشر سكافويد وبعدين تمشي في الميد كاربال جوينت، بعدين في اليونوتراكترال ليجامنت، او تمشي ثرو السكافويد ثرو ذا كابيتيت ثرو ترايكيتروم. عشان كده ده بيسموه جريتر ارك، لان ده قرش صغير وده قرش كبير التروما فيه. فالتروما يا اما تمشي بيور ليجامنتس يا تمشي بوني ليجامنتس، ومن دول بينتج عنهم الديفرنت تايبس اوف فراكشر ديسلوكيشن اللي ممكن نسمعها. يعني لو التروما مشي بس سكافولينيت ليجامنت ميد كاربال اليونوتراكترال ليجامنت، يبقى ده اسمها ليسر ارك انجريز او بيري ليونيت انجري. لو التروما مشي ثروز ذا سكافويد هيبقى اسمها ترانس سكافويد بيري ليونيت انجريز. لو مشي ثروز ذا سكافويد وبعدين ثروز ذا كابيتيت هيبقى اسمها ترانس سكافويد ترانس كابيتيت ترانس ترايكيتروم انجريز.
او ترانس سكافويد ترانس كابيتيت بيرمينيت انجرز. ولو التروما مشيت ثرو ديستال ريديوس وبعدين ثرو سكافويد يبقى ترانس ريديال ستيرويد ترانس سكافويد كذا. يعني تسميتهم بتمشي حسب الفراكشر انفولفنج ايه بالظبط. نفس الكلام اللي قلناه في البيرلينيت ستيج 1 ان هيحصل استال هايبر اكستنشن للكابيتيت تاخد السكافويد معاها يا يتقطع السكافولين ليونيت ليجامنت الفولر ليجامنت ستيل انتاكت. في ستيج 2 هيكمل التروما زي ما هي بتزيد لما يبقى السكافويد ديستال رو كومبلكس ما يديسلوكيت دورسلي لانهم خلاص ما بقوش في حاجه مسكاهم بس اليونيت لسه ممسوكه بالشورت ريديولينيت ليجامنت. الستيج 3 يتقطع الهايبر اكستنشن ريزيست اليونيتراكترال ليجامنت يتقطع تبقى بقت دلوقتي كل الكاربال رو مش ماسكه في اليونيت بحاجه هيحصل بيريلينيت ديسلوكيشن. يبقى ده البيريلينيت ديسلوكيشن. يبقى في ستيج 1 اتقطع السكافولينيت ستيج 3 اتقطع اليونيتراكترال والكاربل اليونيت فضلت في مكانها والكاربل بونز كلهم ديسلوكيتد دورسالي عشان كده اسمهم بيريليونيت لان اليونيت هي اللي في مكانها بيريليونيت ديسلوكيشن. طب ستيج 4 ايه اللي يحصل لو الكابيتيت بعد ما اتخلعت رجعت زقت اليونيت فولر والكابيتيت بقت هي اللي في السبيس ده ستيج 4 عشان ده اللي بنسميه اليونيت ديسلوكيشن. يبقى في ستيج 4 اليونيت هي الديسلوكيتد والكابيتيت رجعت في مكانها في الريديوس. يبقى نقولهم بالتاني ستيج 1 هيتقطع السكافولينيت ليجامنت ستيج 3 ستيج 2 هيكمل هايبر اكستنشن في الكاربال بون تتزق دورسالي الكابيتيت مع السكافولينيت تتزق دورسالي ستيج 3 هيتقطع اليونيتراكترال ليجامنت وكل الكاربال بونز هيبقوا دورسال واليونيت هتبقى في الريديوس امتي. لو الستيج 4 كمل الكابيتيت ممكن بالانتاكت ريديو سكافو كابيتيت ليجامنت ترجع استريتش بتاعها تزق اليونيت اوت فتبقى اليونيت هي اللي اتخلعت والكابيتيت في مكانها يبقى ده يديني اليونيت ديسلوكيشن. الدياجنوز بتاعنا ناخد السويلنج والتندرنس. ساعات لقوا ان في 25% من الحالات بتبقى مزد وليه مزد لما لقوا ان 89% من العينين دول كانوا مالتيبل انجريز العينين اللي هم ميست 63% كان عندهم لايف ثريتنينج انجريز 70% منهم كان عندهم بور كواليتي اكس راي انيشال اكس راي. فعشان كده يعني لو سمحتوا اللي يشوف عيان كاربال ديسلوكيشن والاكس راي مش واضحه لا ما يقبلهاش حتى لو قبلها في اول يوم عشان العيان عنده لايف ثريتنينج انجريز لازم تاني يوم تتصور كويس عشان العينين دول بيقولنا من الرعايه بعد شهر ولا حاجه ولا شهرين وعندهم نيجلكتد كاربال ديسلوكيشن فلازم يبقى احنا شايفين كويس. هنشخصها ازاي في الاكس راي؟ ساعات طبعا بتبقى في حاجات كده واضحه بس مش دايما تبقى الصور واضحه. ده الشنتونز لاين عندنا الشنتون لاين يبقى انتربتد انا محتاج اشوف فيوز كتير محتاج اشوف بوستر انتيرير محتاج اشوف لاترال محتاج اشوف اوبليك محتاج اشوف كلينشيت فيست انتر بوستيرير عشان لو في دايناميك انستابيليتي محتاج اشوف ريديال والنر ديفيشن. حاجه زي كده ممكن الواحد يقول الديسلوكيشن مش واضح بس لما نبص دي حاجه احب ان احنا نتعود نبص عليها في الاكس راي ان انا عندي سبيس هنا السبيس ده في اي حاجه لازم اشوف سبيس. هنا انا مش قادر اشوف سبيس عندي اوفرلاب هنا مش قادر اشوف سبيس عندي اوفرلاب يبقى ده حاجه تقلقني ان العيان ده الريست بتاعه ابنورمال. طيب ممكن الاقي لو الحكايه زادت الاقي جاب طب اقول ده سكافولينيت انجري لا لو بصيت لليونيت هنا لا اليونيت مش في مكانها ده حاجه بيسموها كراودد كاربس زي ما يكون الطوب اللي على الرصيف اتلخبط مع بعضه. لما نبص هنا نلاقي دي crowded carpus ان انا مش قادر احدد كل واحدة هي اولها فين واخرها فين. لو بصيت زي ما قلنا في lateral view احنا مفروض نشوف المنظر ده لا في lateral view هلاقي اليونيت امتي مش هلاقي المفروض هلاقي الكابيتيت جوه اليونيت
هنا مش هلاقي الكافيتيت جوه اليونيت، هلاقي اليونيت امتي. عشان كده في اللاترال فيو مهم قوي، وتبقى الكواليتي بتاعته كويس ومش اوبليك، لازم اشوف ديد لاترال فيو. فهنا نلاقي ايه اليونيت فاضيه، فهدول ايه ده بيري ليونيت ديسلوكيشن. ساعات الاقي بيري ليونيت ديسلوكيشن بس الاقي ايه، الاقي حاجات معلش، الاقي الصوره بتاعتها اكتر شويه. ممكن الاقي هنا ده اسكافويد مكسوره، فلاقي ده ترانس سكافو بيرلي نيت ديسلوكيشن. ممكن الاقي صوره زي كده، الاقي لا ده في فراكشر هنا في الكابيتيت، يبقى ده ترانس سكافو بيرلي ديسلوكيشن. ساعات دي الحته في نلاقي في بعض الاشهر، نلاقي دي اليونيت عامله زي المثلث زي قطعه الجبن كده، البيث اوف تشيز ساين، او نلاقيها عامله زي الفنجان المقلوب سبيلد تي كاب ساين. دول الاثنين ساينز دي اللي هي في الكتب القديمه، من ساعه ما بنلاقيهاش في الجديد. لو تروما جت دايركت تروما من الدورسال هتعمل فولر ديسلوكيشن، يبقى ده دي تروما مختلفه. يعني لما نشوف التروما دي ان الكاربال بونز ديسلوكيتد فولر مش دورسال، ده غالبا دي دايركت تروما، مش الهايبر اكستنشن انجري اللي احنا كنا عارفينه من شويه. الديسلوكيشن اوف ليونيت دورسالي برضو ده جزء من نفس التروما. ايه التريتمنت اللي احنا المفروض نعمله بقى؟ اول حاجه ان احنا عايزين نعمل كيرفل ايفالويشن الاكس راي عشان نشوف اذا كان عندنا فراكشر في الكابيتيت، فراكشر في التريكيترم، فراكشر سكافويد، لان كل واحده من دول هتبقى محتاجه تريتمنت مختلفه. لو اي واحده من شكيت فيهم لازم اعمل سي تي وسي تي اوف جود كواليتي عشان احدد اذا كان عندي فراكشرز ثانيه عايز تثبت. لو عندي فراكشرز لازم ابقى افكر ان انا الكي بتاعنا ان انا ريديوس السكافويد واعمل لها فيكسيشن. لو السكافويد ريديوسد وبعد اتثبتت كويس، هنلاقي الكربل ديسلوكيشن لازم يكون رجع قبل ما ارجع السكافويد كويس. هشوف بعد كده الليجمنت انجريز محتاجه تتعمل لها تريتمنت ولا لا حسب العيان، وهنقول بعد كده ده بيتوقف على ايه. ايه الاوبشنز فور تريتمنت؟ عندنا يا اما كلوز ريدكشن وكوست، وطبعا ده ما بقاش اوبشن مقبول دلوقتي عشان العيان ده بينتهي بكاربال انستابيليتي لان ما عملناش اي حاجه في الليجمنت. او نعمل كلوز ريدكشن وبيننج، او اوبن ريدكشن وبيننج، او اوبن ريدكشن وليجمنت ريبير. كل واحده من دول لازم اعملها حسب البيشنت ديماند. يعني انا لو جالي مثلا لعيب هاند بول وصغير في السن وبروفيشنال لازم اعمل ليجامنت ريبير، لكن لو جالي مثلا واحد عنده 60 سنه ممكن اعمل له كلوز ريدكشن وبيننج، وهو الستيفنس بتاع الايدج لوحده مش هيخلي عنده انستابيليتي. ولو واحد في النص هاي ديماند بيشتغل مانيوال وركر او حاجه ممكن اعمل له اوبن ريدكشن واعمل له بيننج او اعمل له ليجامنت ريبير. فلازم حسب الاكتيفيتي بتاعه العيان يبقى التريتمنت بتاعي هو اللي مقبول عليها. في كل الاحوال بيبقى العيان ده سوولن، ففي كل الاحوال لازم اعمل له كلوزد ريدكشن عشان اريليف البريشر اللي على الميديان نيرف. وبعض العيانين بيبقى عندهم اكيوت ميديان نيرف سيمتومز، خصوصا اللي عندهم ديسلوكيشن اوف ذا ليونيت فولر في الكاربال تانل. العيانين دول ممكن يكونوا محتاجين ايميديت سيرجري عشان تديكمبرس الميديان نيرف. الريدكشن بتاعنا بتعمل ازاي؟ لازم اعمل الجوتينر تراكشن 5 to 10 minutes لحد ما والتراكشن ده يكون اندورس ديفليكشن، لحد ما دي سلوت ديسلوج الديستال كاربر رو من البروكسيمال كاربر رو. وبعدين ابتدي عايز اعمل بريشر على اليونيت من الفولر سايد، واعمل بريشر على الكابيتيت من الدورسال عشان ارجعهم. يبقى بثبت بالثمب بدوس على اليونيت، وباقي الهاند ماسك الكاربل زبون من الكابيتيت مع الميتاكاربلز بزقهم فولر، واعمل سام فليكشن عشان البونز الكاربل بون الديست كاربل بون تبقى ديسلوجد في البروكسيمال كاربل رو. طيب عملت كلوز ريدكشن ونفع، اعرف ازاي انه نفع؟ اول حاجه لو عندي فراكشر سكافويد الاقي الفراكشر بتاع السكافويد ريديوس. طب لو ما عنديش غير فراكشر سكافويد، ما عنديش غير بيور ليجامنتس انجريز،
لازم الاقي ان العيان ما عندوش ديزي ولا فيزي. يبقى لو عنده ديزي او فيزي معناها ان انا لسه ما عملتش مال الاينمنت كويس، يبقى لازم اعمل الاينمنت. ساعات وانا بعمل ريدكشن الاقي ان انا مش عارف اكونترول الفيزي والديزي، فممكن في الوقت ده نصلح اليونيت ونبنت تو ديستال ريديوس، وبعدين نصلح الكابيتيت عليها، وبعدين نبتدي نعمل البيننج بتاعنا. البيننج معتمد على ايه؟ العيان ده ما عندوش سكافولد انجرز لان الفيلير حصل في السكافويد، يبقى هنثبت السكافويد بس، وبعد كده نبين اليونوتراكيترال والتراكيترو هاميد جوينت عشان نثبت الالنر سايت. طب افرض بقى العيان كان عنده سكافولد انجرز كمان، يبقى انا عايز ابين السكافويد تو كابيتيت والسكافويد تو ليونيت. يبقى البيننج سكافويد تو كابيتيت، سكافويد تو ليونيت، تراكيترام تو ليونيت، تراكيترام تو هاميد. لو سكافولينيت انتاكت يبقى بس ارثبت الاسكافويد كفايه. الكروستكشن والبيننج ده عليه ديبيت شويه، عليه ديبيت شويه. ليه؟ لان انا عشان ارجع السكافولينيت ليجامنت لازم اعمل راديال ديفيشن، وعشان اصلح السكافويد تلت لازم اعمل النر ديفيشن، فده بارادوكس ريدكشن. يعني عشان اعمل واحده لازم الثانيه اعملها العكس. وعشان كده كتير قوي من تصليح البيلنيت ديسلوكيشن الكلوزد نلاقي ان العيانين ما تصلحش عندهم السكافولينيت جاب، وتفضل عندهم سكافولينيت جاب لان مش قادرين نعمل نفس الحاجتين. عشان كده في ناس بتقول ان الكلوز ريدكشن لوحده ما ينفعش، لا انا لازم اعمل اوب ريدكشن عشان بريدكشن كلام اكلوز السبيس واحط الواير بتاعي والسبيس كلوزد. طيب الحاجه اللي هي دلوقتي اللي كل الهاي ديماند بيشنت لازم نعملها لهم، لازم نعمل اوبن ريدكشن سواء فولر ابروتش او دورسال ابروتش او الاثنين مع بعض. دورسال الاول طبعا، اذا بعض الحاجات بحتاج فولر، وده البروسيدر اوف تشويس في الهاي ديماند بيشنت. بفتح دورسال عشان تاكسبوز السكافولينيت ليجامنت وارجع السكافويد واللينيت، امسكهم بريدكشن كلام بالاثنين، وبعدين اخد الليجامنت واثبته، هنشوفها بعد شويه. الريدكشن بتاعنا ممكن يبقى سهل شويه لو ده ثرو جريتر ارك، لكن لو ده ثرو الليسر ارك وعندي فولر لينيت ديسلوكيشن يبقى احتاج افتح فولر كمان. بعمل ريدكشن بان انا اعمل تراكشنز، وبعد ما اعمل تراكشنز اعمل برايمري فيكسيشن، واعمل فيكسيشن بالوايرز بتاعتنا زي ما شفنا. في بعض الحالات ببقى محتاج اعمل الليجامنت ريبير بتاعنا. الليجامنت ريبير بيعتمد ان انا اشوف السبيس وادي الليجامنت، دي صوره لده، الصوره في الاكس راي بالريدكشن كلام بريديوس الجوينت، وبعدين احط انكرز اثبت بيها السكافولد ليونيت، وممكن اخد حته من الكبسول اعمل بيها كبسولوديسز عشان ازود الريبير. وبعدين بعد ما اعمله اعمل البيننج واتاكد ان السبيس في كل الجوينتس تقريبا قد بعض، واليونيت الايند ما هياش تلتد في اي دايركشن. وده مكان الانكرز، ودي الوايرز اللي مثبته الفيكسيشن. طيب لو جالنا الفراكشر ديسلوكيشن ده بقى نيجلكتد وجي بعد 4 ويكس، في بقى مفيش اوبشنز كتير، يعني مفيش يونيفورم تريتمنت مقترح. في ناس بتادفوكيت ان احنا نعمل ريدكشن، وفي ناس بتقول لا ان احنا نعمل نشوف الاول انسبكت الجوينت عشان نشوف الارتيكولار سيرفيس اذا كان يقدر نعمل ريدكشن ولا بقى ارثريتيك محتاج نعمل سام سورت اوف فيوجن. عشان نعمل اللي عايزين نعمل ريدكشن وعايزين نعمل ليجامنت ريكونستراكشن، سواء الليجامنت ريكونستراكشن دول اكتر من طريقه اشهرهم بالطريقه بتاعه برونيلي، او لو العيان كان عنده ارثرايتس هنحتاج نعمل حاجات ارثروديسز زي الاس تي تي فيوجن او السكافولينت كابيتيت فيوجن او الفور كورنر فيوجن حسب الارثرايتس ديفلوب فين، او توتال ريست فيوجن في العيانين النيجلكتد فور لونج تايم. في بعض الحالات ان بعد ما نعمل الريبير يحصل ان الليجامنت يحصل له فيلير، والعيانين دول ممكن يحتاجوا بعد كده سام سورس اوف فيوجن.
في ده الكومن تايب. في بعض التايبس تانية الرير من الديسلوكيشن، البرنيت ديسلوكيشن ده هو اكتر واحد. في حالات اللي هي اقل شويه زي الراديو كاربال ديسلوكيشن، ان يبقى العيان حصل له ليجامنتس انجري، او اكزيال انستابيليتي. العيان ده الاكزيال انستابيليتي دي عامله زي الليس فرانك، يا اما بين الفورس والفيفث مع الثيرد والهاميت مع الكابيتيت، او بين الفيرست بالترابيزيوم او السكافويد مع الكابيتيت. فدول يعني هنا باين ان السكافويد مع الترابيزيوم ترابيزويد والفيرست والسكند راي ديسلوكيتد، فهم دول او على الالنر سايد. ان سمري ان الكاربال انستابيليتي او الفراكشر سكيشر ار نوت انكومن، دول بنشوفهم كتير. It cannot be fully understood without understanding the anatomy and biomechanics of the rest. يعني الحاجات اللي انا قلتها ممكن تبقى كلير اكتر بعد التوك بتاع الدكتور احمد نعيم ان شاء الله. الجود كلينيكال اند راديولوجيكال دايجنوزس ار اسينشال عشان اخد ديسيجن اعمل ايه للعيان. الالي انترفينشن از اسوشيتد وذ جود ريزلتس، والتريتمنت لازم يبقى بلاند حسب البيشنت ديماند. شكرا. شكرا دكتور عبد الحكيم، دي حقيقه محاضره جميله، وتعبنا حضرتك معانا، معلومات مهمه جدا، يمكن حاجات كتيره اتشرحت بطريقه رائعه حقيقه. اتمنى نكون الجميع استفاد. تعبنا حضرتك معانا وشكرا ليك، كتر الف خير. دكتور استاذ دكتور احمد نعيم، استاذ جراحه العظام طب عين شمس، ان شاء الله معانا محاضره كلنا مستنيينها، البيزك بايوميكانكس of the hand. دكتور أحمد ربنا يعينك، ونسمع حضرتك إن شاء الله. شكرا دكتور عبد الحكيم، احنا تعبنا حضرتك معانا. شكرا شكرا شكرا. دكتور احمد نعيم احنا مش سامعينك لسه. هو دكتور دكتور احمد نعيم عامل اميوت بس مفيش صوت. دكتور احمد بن نعيم احنا مش سامعين حضرتك. هي حلاها احمد، ده كان عنده قبل كده حصل دي معاه وحلاها ما نقدرش. مفيش مشكلة. واضح ان دكتور احمد عنده مشكله في الكونكشن، معلش بعتذر لكم. ان شاء الله هيكونكت دلوقتي، بس هنصبر مع بعض شويه. تمام دكتور احمد بيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيه حضرتك سامعني يا بيه؟ الصوت مسموع؟ تمام. والبرزنتيشن اهي بتبان، حضرتك عملت شير سكرين. تمام. طيب معلش انا اسف على اللخبطه اللي حصلت. انا في البدايه طبعا بشكر دكتور محمد هاشم وجميع اعضاء قسم جراحه العظام في كليه طب حلوان على دعوتهم الكريمه، و يعني وبشكرهم على الاكتيفيتي دي، وربنا يوفقهم يعني ويجعله في ميزان حسناتهم. طبعا يعني كوني ان انا بقى ابتدي بعد الدكتور عبد الحكيم، يعني الحقيقه يعني this is a very hard task. الحقيقه هو كفر يعني كان very illustrative presentation، وهو عمال كل شويه يقول احمد نعيم هيقول انا على فكره انا اتكلمت على البايوميكانكس اوف ذا هاند، انا قلت بقى حضرتك يا دكتور عبد الحكيم هتتكلم على الكاربال انستابيليتي، يعني ايه انا هبعد عن الريست، يعني خليني انا في الهاند. كويس اسمح كويس احمد اتفضل. طيب انا مش عارف يعني هل الناس اللي اتفرجت على مسرحيه شاهد ما شافش حاجه؟ كان في راجل كده مخبر وكان على طول يعني ليه نظرات حاده جدا وعمال يبص على يعني النظرات بتخوف شويه، وكان عمال يبص كل شويه على ايه على عادل امام، فهو لدرجه ان هو كان بيقطع الحوار وبعدين ايه عمال يقول، هو كان مسميه موسوليني يعني عشان هو شبه موسوليني، وعمال ايه كل شويه بيقول له انت بتكرهني ليه يا موسوليني يا اخي. انا فاكر يعني العباره دي من المسرحيه. والحقيقه بعد ما محمد هاشم دكتور محمد هاشم بعد ما يعني قال لي على التوبيك من غير ما هو يعني هو كان بيقول لي في التليفون، انا ده اللي جه في بالي الحقيقه، يعني ليه يا دكتور محمد هاشم انت يعني عمال اقول ايه انت بتكرهني ليه يا دكتور محمد هاشم ودين الموضوع ده. العفو يا صبر، احنا بس مين يعرف يشرحها غير حضرتك. لا ازاي بقى يعني، وبعدين حتى يعني احنا حتى في الايام بتاعك، طب استنى حتى لما الكورونا تعدي طيب، يعني مش كده يعني. المهم يعني هو نلحق نسمع كلمتين مفيدين. طيب احنا طبعا يعني الهند حاجه يعني حاجه بتتجلى فيها يعني ايه بديع صنع ربنا سبحانه وتعالى، واحنا يعني يعني الراجل ده من 200 سنه كان بيتكلم على الهاند، بيقول the human hand is so beautifully formed, it has so fine a sensibility, every effort of the will is. احنا مش شايفين البرزنتيشن والله. احنا شايفين الاكسبلورر بتاع حضرتك بس ليه اللي هو biomechanics of the hand useful. حضرتك يا دكتور بتفتح البرزنتيشن الاول بعد كده بتعمل شير سكرين، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اقفل انا عم اعمل الشير. حضرتك ممكن دلوقتي حضرتك ممكن دلوقتي تعمل شير سكرين وتختار البرزنتيشن نفسها. تمام يا بيه كده اختار نرجع يعني شوف موسوليني بقى هي. هي دي بقى انا ما هو ده المشهد اللي انا ايه بداية يعني بفتكره في الفشاد ما شافش حاجه، يعني اللاجر اللي هو اسمه موسوليني اللي على الشمال خالص ده، فهو ده بقى اللي جه في بالي ان محمد هاشم ده يعني كنت عايز اقول له في عقل بالي كده انت بتكرهني ليه يا محمد. تمام. الهاند طبعا احنا يعني الهيومن هاند از سو بيوتيفولي فورم، ده زي ما قال بيل من 200 سنه فاتوا بيتكلم بقى يعني سو فاين ا سنسيبيليتي افري افورت اوف ذا ويل از انسرد سو انستنتلي، في نفس اللحظه اف ذا هاند اتسلف وذ ذا سيت اوف ذا ويل اتس اكشن ار سو باورفول سو فري اند ييت سو ديليكت. يعني الراجل ده وصف الهاند طبعا بطريقه بديعه جدا، وهي ديزايند يعني ربنا سبحانه وتعالى مهيئها عشان تعمل كومبينيشن اوف انتريكت movements وحاجات very fine حاجات very hard and حاجات very fine من خلال ال coordination الفظيع بين كل ال elements بتاعة ال hand functions. we can grasp حاجات، نقدر نعمل touch لحاجات، communication كمان احنا ال hand دي ممكن نستعيد بيها عن ال tongue في الناس اللي هم ال deaf mute والناس ال وال 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 eye وعن ال eyes
في طريقة بريل بتاعت الكتابة، حاجة يعني حاجة فظيعة، بتستخدم في الايدنتيفيكيشن والفينجر برينتس، وكل واحد ليه حاجة سبيسيفيك خالص. وطبعا مش هنستغرب ابدا لما نلاقي ان البرزنتيشن بتاعت الهاند في البرين في الارياز السنسوري والموتور تقريبا هي والفيس هم اكبر اجزاء في السيريبرال كورتكس، بقى الهايست الهاير يعني السنتر بتاعنا. الريبرزنتيشن بتاع الهاند طبعا فيه كبير جدا. بانل الراجل الامريكاني او العالم الامريكاني اللي بينسب لي الفضل في انشاء المودرن هاند سيرجري كان بيقول: The hand begins in the opposite cerebral cortex and extends from there to the tips of the nails. طيب ليه احنا البيوميكانكس امبورتنت؟ عشان احنا عايزين تو اوبتمايز الفانكشن، احنا مش عايزين السيجنال الضعيفه اللي على الشمال، لا احنا عايزين البيست سيجنال، عايزين البيست فانكشن. وبالتالي لازم نفهم كويس قوي وات از ذا بروبر فانكشن اوف ذا هاند ان اوردر تو، عشان نفهم المشكله اللي حصلت للمريض ونقدر نختار وسيله الريكونستراكشن المناسبه اللي هتوفر لنا او هتخلينا نسترجع ذا بري انجري فانكشن، ونقدر نسلكت من بين المالتيبل تشويسز. تمام. طيب لما نبتدي نتكلم كده في البايوميكانكس، انا الحقيقه يعني انا برضو الموضوع يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل وديتيلز وحاجات اكاديميك قوي، احنا عايزين يعني نستعرض الحاجات اللي ممكن تبقى مفيده بالنسبه لنا بدون برضو من يعني ما نخليه فيري تاف، ومن غير ما ندخل في الديتيلز قوي قوي اللي هي تنفرنا من الموضوع يعني. طيب احنا الهاند جريبس يعني مينلي في ناس بتقسمها لسبعه تايبس، 7 تايبس اوف جريبس. 3 pinches يعني الثمب وبين الثمب والإندكس، أو مثلا بالكتير الميدل فينجر، الثمب والإندكس مثلا دول البينش، والجريب اللي هي بقى بتاخد أكتر من فينجر. عندنا 3 types of pinches. البريسيجن من فوق بقى من على الشمال، بريسيجن بينش أو اللي بيسموها terminal pinch اللي هي بيبقى فليكشن بقى في الاي بي بتاع الثمب والدي اي بي بتاع الإندكس زي هنا كده. تمام. او الكي بينش اللي انا بيبقى بقى بيحصل فليكشن في هنا في الثمب وادكشن مع الميدل فالينكس بتاع الاندكس، او وات وي كول سب تيرمينال بينش اللي هي بيحصل اكستنشن في هنا في الاي بي والدي اي بي بتاع الاندكس. كل دي بتمكننا من اداء فانكشن معينه، او وات وي كول ذا تشك كي ذا تشك جراسب دي بقى اللي هي بقى بين الاندكس والميدل والثامب من ناحية تانية، او بقى الحاجات المشهورة شوية اللي هي الهوك هنا، او الباور جريب هنا، او what we call the span grip. دي different types of the hand grips، ودي على فكرة كلو أو indication للفانكشن بتاعت الهاند. كل ما احنا قدرنا ان احنا نخلي الفانكشن يعني طبعا بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعني الفانكشن ترجع أو تبقى في المريض تقترب من الفريلي fine movement دي، يبقى احنا نجحنا في restoring الفانكشن. مش هنقدر نتكلم قوي عن البايوميكانكس بدون الاناتومي. الاناتومي والبايوميكانكس تقريبا حاجات انتجريتد ومتداخله، وفي ايتمز كتيره جدا في الاناتومي اوف ذا هاند، بس احنا مش هنقدر نغطي كل ده، مش هنقدر نتكلم على كده. لكن في عندنا مثلا من الحاجات المهمه ودايما يعني او في كتير بننساها، ان احنا عندنا الارشز اوف ذا هاند، ودي بتسهل وبتخلي الفانكشن اسهل في الحاجات اللي احنا قلنا بقى الباور جريب والسبان جريب. الحاجات دي ما كانش هتؤدى بالصوره دي الا في وجود الارشز اوف ذا هاند زيها زي الفوت، واحنا عندنا ترانسفيرس ارشز، وعندنا في واحد فيهم بروكسيمال وده السنتر بتاعه في الكاربال بونز وعلى رأسهم الكابيتيت، والديستال ترانسفيرس ارش ده موجود عند الهيد بتاعت الميتاكاربلز، وبينهما بقى بيبقى اللونجيتيودنال ارشز دي
يعني represented بالميتاكوربلز. كل ده بيخلي الجريب الجريبنج فانكشن اوف ذا هاند از بيتر. ومن الحاجات اللي بتمنتين طبعا في وجود بقى المسلز الانترنسيك مسلز اوف ذا هاند والليجامنتس. وبرده ما ننساش ان في عندنا ديب ترانسفيرس ميتاكوربال ليجامنت هنا او اللي بنسميه انتر فولر ليجامنتس. ده بين الفولر بليتس بتاعه الميتاكوربلز. الفولر بليتس بتاعه الميتاكاربوفالينجيال جوينتس اللي موجوده تقريبا يعني في الميتاكاربوفالينجيال جوينت ليفل. ده بي سبورت الايه ويتش تايب اوف ارش الترانسفيرس الديستال ترانسفيرس ارش. البونز اند جوينتس احنا عندنا بونز كتيره في الـ عندنا حوالي 27 بون في الهند. في الحاجة الصغيرة دي عندنا 27 بون. عندنا تقريبا 17 جوينت. حاجة very complicated in a small size. الارتيكولار سيستم of the hand هي عبارة عن زي ما الصورة دي بتقول. هم على فكرة هم مش joint to joint. يعني احنا ما نقدرش نبص لهم ككل واحد ان ده separate joint. لا. دي عبارة عن articulation from forming functional groups. kinetic chains مترتبة كده ورا بعضها. الديجيت مثلا احنا نقدر نقول عليها انها poly articular chains. وزي ما هنتكلم بعد شوية كلهم connected لبعض. ما بيتحركوش بمعزل مع بعض. لا هم مع بعض بيتحركوا سوا مع بعض. connected. الباثولوجي هنا بيأثر على الباثولوجي. يعمل لي باثولوجي في البروكسيمال او الديستال جوينت. كلها شبكة متصلة من أو what we call kinetic chains. مش هنقدر نبص لكل joint لوحده. اليونتس بتاعت الهاند في عندنا fixed unit of the hand اللي هي دي اللي عبارة عن الكاربال بون أو proximal carpal bones والsecond والthird metacarpal. This is the rigid unit of the hand. وعندنا three mobile units. الثمب كله على بعضه. This is a mobile بدءا من الترابيزيوم متكاربل جوينت للثمب كله. عندنا second والthird أو second والthird fingers والthird والfourth والfifth fingers بما فيهم المتكاربلز والكاربو متكاربل جوينت. الكاربو متكاربل جوينت هنا بتاع الفورث والفيفث ده موبايل جوينت بيسمح لنا بحوالي 25 degrees of motion usually in the flexion extend or flexion بعكس second with third metacarpal. These are rigid joints in contrast للموبايل جوينتس هنا. وعشان كده لما بنتكلم على لحضراتكم اللي بياخد باله في الفراكشرز of the metacarpals بتاعه الفورث والفيفث بنسمح بدرجات أكتر من الديسبليسمنت عن اللي بنشوفها عن الكاونتر بارتس فراكشرز في السكند والثيرد. يعني يبقى الفراكشر متكارب نقول أخيرنا 10 درجات 20 درجة انجوليشن. لا 10 درجات انجوليشن لا نلاقي في الفورث 20 درجة و 30 درجة في الشافت. نلاقي في النيك فراكشرز بنسمح ب 45 درجة هنا 30 درجة هنا وأقل من كده كتير في السكند والثيرد. كل ده ليه؟ عشان عندنا برضو موبايل جوينت هنا ترابيزيو أند كاربو ميتاكاربال جوينت. الجوينتس بقى من نرجع زمان للأناتومي بتاع زمان والإنترودكشن وسنة أولى وكده والتايبس أوف جوينتس أوف سينوفيال جوينتس. عندنا تايبس كتيرة كلها تقريبا ممثلة في الهند. هنلاقي examples ليها للهند يمكن فيما عدا البول اند سوكت. عندنا الجلايدنج جوينت عندنا لو اللي هي البلين جوينتس عندنا هنج عندنا بيفوت جوينتس. عندنا بيفوت جوينتس زي ايه؟ زي مثلا الدي ار يو جي اللي اتكلم عليه الدكتور رامي سليمان والمشاكل بتاعته. الابسويد جوينت زي ايه؟ زي الميتاكاربوفالينجيال جوينت ده بيسمح بفليكشن اكستنشن وابدكشن ادكشن. عندنا السادل جوينت زي اللي في الترابيزيوم ترابيزيو متكاربل. عندنا هينج جوينت زي الانترفالينجيال جوينت بتاعت الثامب. عندنا جلايدنج او بلين جوينت زي اللي في بين الكاربرز. كل الجوينت دي ممثلة. سادل زي ترابيزيو متكاربل. الابسويد او اللي هو ده اللي في الميتاكاربوفالينجيال. والبلين اللي احنا او الهينج اللي هو زي الانتركاربل جوينت.
والبالانس بتاع الجوينتس ده بيعتمد زيها زي اي جوينتس, بيعتمد على الاكشن اوف ذا ماسلز والليجامنتس والارتكيوليشنز بتاعت الديجيتس ليها امبورتنت اناتوميكال فيتشرز. هتلاقي دايما معظمها, هتلاقي او تقريبا يعني اولموست فيها كلها, ان عندنا كولاترال ليجامنتس على الجانبين, عندنا ثيك انتيريور كبسول وبتبقى ثيكند او كومبوزد مينلي من وات وي كول فولار بليت, ودي بتبقى مينلي فايبروكارتلاجينس تيشو, وغالبا بيبقى عندنا ثين اند لاكس الى حد ما او ريلاتيفلي ثين اند لاكس دورسال كبسول. هنتكلم كده على الكاربو ميتاكاربال جوينت ترابيزيو ميتاكاربال. الكاربو ميتاكاربال زي ما قلنا كده احنا دول في السكند والثيرد دول هينج, موبايل في الفورث والفيفث, لكن بقى القمه الـ يعني الديفلوبمنت في الترابيزيو او الكومبليكيشنز او مش كومبليكيشنز يعني الكومبلكسيتي في الترابيزيو ميتاكاربال جوينت, وهنتكلم عليه بعد شويه كده برضو باختصار. هنطلع ديستال, هيبقى عندنا الميتاكاربوفالينجيال جوينتس. الميتاكاربوفالينجيال جوينتس الحاجه الكاركترستيك ليها what we call ان هي ليها كام افكت. كام افكت يعني ايه؟ يعني هي نارو من الدورسم ووايدر from the volar surface, from the volar aspect بتاعها, اعرض من الدورسم. ينتج عن كده ايه؟ ينتج عن كده ان لما بيحصل extension الليجامنتس بتبقى اقصر من لو هي في فليكشن. في فليكشن بيبقى الكولاترال ليجامنتس بتبقى ستريتشد وبتبقى في اقصى طول ليها, وهي بتبقى في, وبالتالي الاستابيليتي بتاعت الجوينتس دي من ناحيه الابدكشن والادكشن بتبقى اقصى ما يمكن في الفليكشن. ومن هنا بقى بنفهم احنا ليه لما بنثبت العيانين في الجبس او لما بنعمل جبس او سبلنت او كده بنخلي بنحب نسيب البوزيشن ده في بنخلي الميتاكاربوفالينجيال جوينت في الفليكشن rather than extension عشان نخلي الليجامنتس تبقى في اقصى طول ليها, ما يبقاش عشان لو حصل لها كونتراكشن ولا حاجه ليتر اون في خلال الفتره دي تبقى على الطول الاطول. حاجه مشابهه برضو زي ما في الانكل كنا بنقول ان التيلس ليها دايمنشنز مختلفه, وبالتالي لو هنعمل لو هنحط اللي هو يعني السندزموتك سكرو ولا حاجه لازم نبقى حاطين في واخدين الانكل في اكستنشن. البي اي بي الفولر بليت بتبقى ويل ديفلوبد, وفي شويه اختلافات هنقولها بعد شويه دلوقتي حالا يعني, لكن في ستراكشر تاني بيثبتها اللي هو تشيك راين ليجامنتس. والتشيك راين ليجامنتس ده كل ما بنحصل تشيك راين ليجامنتس ده بيبقى اكستنشن من البروكسيمال اسبيكت بتاع الفولر بليت للبروكسيمال فالنكس, بيبقى تثبيت زياده كده زي الوتد بتاع الخيمه كده بيثبتها زياده, وده ليه القدره انه مع الفليكشن انه بيحصل له فليبنج يعني يبقى كده رانكلد كده على نفسه عشان يسمح بالفليكشن والاكستنشن. التشيك راين ليجامنتس ده اي حاجات بتعمل فليكشن ديفورميتي في الفينجرز بتنتهي بان يحصل كونتراكشر في التشيك راين ليجامنتس ده الكومن باث واي, بتنتهي كل الحاجات اللي بتعمل فليكشن فيه بتعمل له كونتراكشر, وبالتالي واحد من الكي اليمنتس اللي احنا بنعمل لهم ريليز او بنعمل لهم انسيجن في اثناء الفليكشن عشان تو تريت الفليكشن ديفورميتي سيرجيكالي ان احنا نعمل ريليز للتشيك راين ليجامنتس. ادي منظر تاني, دي الفولر بليت على الانترفالينجيال جوينت, ودي الكولاترال, وادي التشيك راين ليجامنتس اللي احنا بنقول التشيك ليجامنتس اللي احنا بنقول عليها, ودي في الحالات الكونتراكشر ده بيبقى شورتند ولازم نعمل له ريليز. في شويه ديفرنسز ما بين البروكسيمال انترفالينجيال جوينت والميتاكاربوفالينجيال جوينت. احنا قلنا ان التايب, قلنا ان ده هنج وده كوندايلويد.
الرينج اوف موشن اكتر من في الميتاكارب وفالنجيال, وفي هايبر اكستنشن, وفي عشان هو كوندايلويد بيسمح بابدكشن وادكشن 30 تقريبا 30 درجه. وقلنا في فليكشن ولا اكستنشن؟ لا في اكستنشن. ليه؟ عشان الكام افكت وال في الفليكشن بيحصل كام افكت, والليج الكولاترال ليجامنتس بتبقى ستريتشد, وبالتالي بنفقد الابدكشن والادكشن, وبالتالي الفليكشن بيبقى مور ستيبل. على فكره لما مين الاهم في الـ في الـ في الـ من ناحيه الفانكشن, في ناس كتيرة ميالة أكتر إن الميتاكاربوفالينجيال جوينتس هو الأهم من البي آي بي بالنسبة للفينجرز. وقلنا الاستابيليتي هنا في الفليكشن, لكن ما عندناش الكام افكت في البروكسيمال انترفالينجيال جوينتس, وبالتالي الاستابيليتي تقريبا ثابتة في all degrees of range of motion. ده نتيجة الكام افكت, وفهمنا قصة الكولاترال والدايمنشنز. الفولار بليت بس هو فيه, احنا ما عندناش تشيك راين ليجمنت في الميتاكاربوفالينجيال بعكس البروكسيمال انترفالينجيال جوينتس. لكن الحاجة المميزة الفولار بليت بتاعتنا دي اللي بنتكلم عليها, هي في البروكسيمال انترفالينجيال جوينت لما بيحصل فليكشن او هي مع الموفمنت بيحصل لها سلايدنج rather than كولابس. هي في الميتاكاربوفالينجيال مع الفليكشن بيحصل لها كولابس حوالي 50% من الطول بتاعها, وبعد كده بترجع تفرد تاني مع الاكستنشن. لكن لا, في البروكسيمال انترفالينجيال جوينتس ما عندناش الحركه دي. الفولار بليت بقى مع الفليكشن والاكستنشن بتتحرك سلايدنج من هنا لهنا بروكسيمال اند ديستال, لكن هي بيحصل لها كولابس في الميتاكاربوفالينجيال جوينتس. وعشان كده هي maybe نسمع عن حاجة اسمها irreducible dislocation بتاع الميتاكاربوفالينجيال joint, وبتبقى الفولر بليت بتبقى trapped جوه الجوينت. دي بتحصل أكتر, بنشوفها أكتر مع الميتاكاربوفالينجيال joint لأسباب كتيرة, من ضمنها إن هنا الحركة بتاعتها دي بتكولابس, لكن دي بالسلايد بتطلع, فما بنشوفش الحركة دي قوي. الانترابمنت بتاع الفولر بليت في الـ PIP joint الانسنس بتاعه أقل كتير من الميتاكاربوفالينجيال joint. كلمنا على الانترفولر ليجمنت, ده موجود على مستوى الميتاكاربوفالينجيال joints, وقلنا ليه بيسابورت الديستال ترانسفيرس arch of the head. ادي منظر تاني, السلايدنج هنا بتاع اللي فوق ده الميتاكاربوفالينجيال joint بيحصل لها زي ما شايفين طولها بيقصر ازاي, بتقصر لكن في نفس مكانها وبتخلع تقوم انترابت جوه, لكن التانية دي بتتحرك رايحة وجاية بيحصلها سلايدنج مع الاكستنشن بين الفليكشن والاكستنشن, وده التشيك راين ليجامنت. في الموجود فين؟ في البي اي بي ولا الميتاكاربوفالينجيال جوينت؟ لا في البي, لا اكتر موجود في البي اي بي ومش موجود في الميتاكاربوفالينجيال تقريبا. وعلى فكرة الدي اي بي نفس تقريبا البيكتشر, بس ايه يعني بتبقى less developed يعني. طب احنا عمالين نقول الفولر بليت والفولر بليت وبتتحرك وكولابس وسلايدنج, هي ايه اهميتها؟ الحاجه المهمه قوي انها بتمنع الهايبر اكستنشن اوف ذا انترفالينجيال جوينت اكتر في البي اي بي جوينت, وما بتخليش الفليكسور تندونز يحصل لهم باكلينج في الجوينت, سايباهم بعيد. والحاجه الثانيه بقى انها بتخلي بتبوش التندونز away from the axis of the movement of the joint, وبالتالي بتحسن الميكانيكال efficiency. احنا عندنا الليفر ارم في الحاجات في الجوينت اللي في الروتيشن او اللي هي التورك موفمنت دي, كل ما كان الفليكسور تندون away من الجوينت الليفر ارم بتزيد, وبالتالي الميكانيكال ادفانتج بتاعته بتزيد. هي بقى بتعمل لنا الحكاية دي, مش مخليها لازق قوي, مش مخليها tendons يعني very near, لا بت pushing a little bit, وبالتالي بتحسن الميكانيكال advantages. دي الفانكشنز بتاعت الفولر بليت. إسحاق نيوتن العالم الشهير, استغربت جدا ان هو يعني, انا معلوماتي ان الراجل بتاع جاذبية وفيزيكس ومش عارف ايه وكده, لكن لقيت له كلمة جميلة جدا بيتكلم على thumb بس, بيقول in the absence of any other proof the thumb alone
would convince me of God's existence. هو ما قالش الكلام ده من فراغ. ليه؟ لأن يعني هذا الفينجر اللي بيمثل ما بين 40 to 50% of the function of the hand, وبالرغم ان هو the shortest digit, only one metacarpal and two phalanges, وقاعد لوحده كده في بلين لوحده حوالي 80 درجة يعني away from the other fingers, لكن فعلا ليه function مهمة جدا ويتجلى في صنع الخالق. وإيه العظمة وإيه الإبداع اللي ربنا أودعه في هذا الديجيت. بيتحرك inward and outward من البالم, وعامل لنا واحدة من أهم الفانكشنز بتاعة الهند وهي الأوبوزيشن. ودي الحاجة اللي فرقانة جدا عن mainly الانيمالز. الإيبس ما عندهمش الأوبوزيشن اللي هم أقرب, يعني في ناس بتعتبرهم أنه أقرب حاجة لينا أو في الهيراركي بتاع الماملز, لكن simply الهند بتاعتنا فيها opposable thumb. هم ما عندهمش كده, عندهم thumb بس ما فيهوش opposition, وبالتالي إحنا عندنا حضارة هم ما عندهمش حضارة. يعني نتيجة هذا الفرق الترابيزيو متكاربل joint ده أهم joint في الثمب, وهو المين يعني المين موفمنت بتاعت الثامب اللي هي الاوبوزيشن بتحصل مين لي من خلاله. في حاجات في الميتاكارب وفالينجيا لكن هي مين اللي بتحصل هنا. وفي ليجامنتس كتيره, في ناس بتقول حوالي 16 ليجامنت مهمين, لكن اهمهم 4 أو 5 هم اللي هم الانتيريور اوبليك ليجامنت. وده كان الكلام عليه ان هو بداية الارثرايتس بتحصل الشهيرة اللي هي الترابيزيو او البيزل ارثرايتس اوف ذا ثامب بتبتدي من خلاله. لكن الكلام ده اتغير دلوقتي وبقينا نكتشف ان هو less important في القصة دي. لا, والكلام اكتر على البوستيريو اوبليك والدورسال راديال ليجامنت. الدورسال ليجامنت دي او دورسال راديال ليجامنت بالذات ده هو يبدو ان هو الاهم function في المينتنانس بتاع الاستابيليتي اوف ذس جوينت. عندنا بقى حاجات برضو بتحافظ على الابدكشن والادكشن بتاع الثامب, ومن ان هو يبقى مينتيند للادجيسنت اندكس ميتاكاربال اللي هو الانتر ميتاتارسال او انتر ميتاكاربال ليجامنت. وفي النر كولاترال ليجامنت. هم دول يمكن الخمسه المهمين. حركات الرينج اوف موشن او البلينز بتاعه الموشن بتاعه الثامب هي يعني طبعا زياده عن اي فينجر. احنا عندنا بالمر ابدكشن, دي الحركه اللي هي بيبقى الثامب اواي من الفينجر, يعني بيبقى بيربنديكولار على البلين بتاع الفينجرز اللي هو يبقى طالع لفوق كده. يعني أنا طالع لفوق, دي بالمر أبدكشن. والعضلة المهمة قوي هي الأبدكتور بوليسز بريفيس سبلايد بالميديان نيرف, دي أهم عضلة في القصة دي. راديال أبدكشن إن هو يرجع راديال بالأبدكتور بوليسز لونجس, ومعها الإكسنسور بوليسز بريفيس والإكسنسور بوليسز لونجس برضو. الادكشن ان هي يبقى ادكتد توورد السكند ميتاكاربال, ده الادكشن. لكن الادكشن زي ما قلنا في بالمر ادكشن وفي راديال ادكشن. وفي اوبوزيشن ان هو بقى يحاول يتاتش الايه البالبس بتاعه الاذر فينجرز, ودي كومبلكس موفمنت فيها برونيشن وفيها فليكشن وفيها ادكشن شويه. Several movements بتحصل simultaneously, والفيرست ميتاكاربل بيحصلها زي ما قلنا flexion وبالمر abduction, ومينلي بتحصل في الترابيزيو ميتاكاربل, لكن في شوية flexion بتحصله في الميتاكاربل phalangeal joint والانتر phalangeal joint, زائد بقى البرونيشن وقلنا some circumduction.
في مسلز تانيه بتاكت عشان تستابلايز الفينجر، يعني زي الدورسال انتر اوسياي. طيب هنتكلم برضو، انا بس مش عايز يعني مش عايز ابقى يعني فيري ديب، ويعني ناخد فكره كده، هو برضو الموضوع اصلا يعني كتب فيه كتب يعني، لكن هناخد حاجات كده ايدياز كده يعني قد تكون يعني تسهل لنا حاجات يعني. طيب الثينر ماسلز، احنا عندنا الابدكتور بوليسس بريفس، هي دي قلنا المين في البالمر ابدكشن، والبالمر ابدكشن ده اساسي في الاوبوزيشن، فهي دي اهم واحده بيساعدها الفليكسور بوليسس بريفس، ودي ليها تو هيتس سوبرفيشال وديب، واحده بالميديان واحده بالالنر، والاوبوننس بوليسس ودي بالميديان نيرف، دول بيساعدوا في الفليكشن بتاع الميتاكاربل يعني، لكن برايمرلي الاوبوزيشن هنقول الابدكتور بوليسس بريفس. وعشان كده احنا لما بنعمل ريكونستراكشن او بنسميها الاوبونوبلاستي بيبقى او تندون ترانسفير، عشان نعمل اوبونوبلاستي بيبقى مينلي بنحاول تو ريكونستراكت العضله الصغيره دي اللي هي الابدكتور بوليسس بريفس. اللود ترانسفير، عشان بس نعرف اللودز اللي بتتنقل للترابيزيوم ميتاكاربال، احنا لو حاجه 1 كيلو جرام وعملنا بينش ات ذا ثامب تيب، ده هيبقى ماجنيفايد عند الليفل بتاع الترابيزيوم ميتاكاربال حوالي 13 ضعف، يعني هتتنقل الفورس دي تقريبا بوجود الليفر ارمز وكده هتتنقل حوالي 13 كيلو على مستوى ترابيزيوم ميتاكاربال جوينت. فطبعا في ستريسز كتيره، وعشان كده ما نستغربش لما نلاقي ان في انسيدنس اوف osteoarthritis in the trapezium metacarpal joint. الميتاكاربوفالينجيال جوينت اوف ذا ثامب مختلف عن الميتاكاربوفالينجيال جوينتس اللي احنا اخذنا صوره عامه عنهم قبل كده، ان في عندنا سيساموييد بونز، في راديال سيساموييد فيها الفليكسور بوليسس بريفس والابدكتور والابدكتور بوليسس بريفس، والالنر سيساموييد اللي ماسك فيها الدكتور بوليسس لونج الدكتور بوليس الدكتور بوليس. وكمان هي مختلفه عن الاذر بي اي بي جوينت ان احنا ما عندناش تشيك راين ليجامنتس، مش مهم قوي الالاينمنت اوف ذا ديجيتس. هي عموما الديجيتس في سلايد سوباينيشن، يعني مش عدل قوي، في شويه سوباينيشن، وده نتيجة إن في الريدج اللي موجودة هنا والكوندايل، حجم الكوندايل والريدج اللي موجود نتيجة الأسيمتري أوف ذا كوندايلز، ووجود الريدج في البيز بتاع البروكسيمال فالنكس مخلي الوضع بتاع إن في بعض السوباينيشن. عندنا في الروتيشن في من البوزيشن بقى برضو بنعرفه مع الفليكشن، هنلاقي كل او معظم الفينجرز بتبوينت توورد التيوبروستي اوف ذا سكافويد. عندنا تو ماسلز اوف ذا هاند، في اللي احنا بنقول عليهم الانترنسك وعندنا الاكسترنسك ماسلز. انترنسك ماسل يعني ايه؟ يعني الاوريجن والانسرشن بتاعها within the hand، لكن الاكسترنسك الاوريجينيت outside the hand والانسرشن هو بس اللي موجود في الهاند. عندنا 19 ماسل انترنسك وعندنا 20 ماسل انترنسك، حجم مهول في هذا التايت كومبارت. لونج فليكسورز بقى، وعندنا لونج اكستنسورز، وعندنا اكستنسورز وفليكسورز للثمب، وبعد كده بقى على الانترنسك ماسلز. حتى الانترنسك ماسلز دي حاجه يعني حاجه عجيبه وحاجه معقده وحاجه مينلي. احنا عندنا ثينر ماسلز، هايبوثينر ماسلز، وعندنا انتر اوسياي، ودول في منهم ثلاثه بالمر واربعه دورسل، وعندنا السلندر ماسلز اليونيبينيت في التو دول في التو راديال اند
بايبينيت في التو ألنرز اللي هي اللومبريكل. واللومبريكل دي مسل عجيبة جدا يعني very thin very delicate، لكن بتتميز بخصائص يعني أول حاجة طلعة من يعني واخدة origin من الانتاجونس بتاعتها اللي هي الفليكسور ديجيتورم بروفانتس. حاجة غريبة جدا. أعتقد إن الـ إن الـ إن الـ إن الـ يعني الستركتشر ده مش موجود في الـ أو الكومبوزيشن ده مش موجود في تاني في البادي، واخدة أوريجين من الفليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي هي essentially هي الانتاجونس بتاعتها. وبعدين الكروس سيكشن بتاعها كبرسنتج أقل حاجة في الأبر ليمب، هي أرفع حاجة في الأبر ليمب، لكن النسبة بتاعت اللينث بتاعت المصل يعني شوفوا معظمها تقريبا مصل تندونز فيها رفيعة جدا جدا، مخليها دي أعلى نسبة مصل لطول المصل يعني لطول اليونت بالتندون بتاعها، وده مخليها إنها يعني الإكسكورشن فيها عالي. كل الحاجات دي ربنا مهيئها للفانكشن بتاعتها. هي حلقة الوصل ما بين الفليكسور سيستم اللي هو ممثل بالبروفاندس والإكستنسور تندون، لأنها الإكستنسور سيستم لأنها رايحة تمسك في الإكستنسور إكسبانشن على الراديال سايد، موجودة على الراديال سايد بتمسك في الإكستنسور إكسبانشن، فهي لينك ما بين الفليكسور والإكستنسور تندونز. الانتر أوسيوي والبالمر والدورسل هما الاثنين في منهم بيعمل ابدكشن وفي منهم بيعمل ادكشن للفينجرز، وبالتالي يعني البالمر هنا بيعملوا ادكشن، الدورسل بيعملوا ابدكشن، وهما الاثنين بيعملوا الميتاكاربو فالينجيال جوينت فليكشن. هما المين فليكسور اوف ذا ميتاكاربو فالينجيال جوينت هم مع اللومبريكال. تمام، يمكن اللومبريك اللي بتأدي القصة دي بصورة أقل شوية منهم، لكن هي بتاخد الأبر هاند لو هما الانتر أوسي آي مش وركينج. والإنترنسك باراليسز بيعمل لنا الديفورميتي دي الشهيرة اللي هي what we call the claw hand. الإنترنسك معظمهم supplied بالألنا النيرف ما عدا يمكن الراديال تو لومبريكلز دول، لكن باقي دول كلهم بالألنا نيرف. الباراليسيس بيحصل ايه؟ بيحصل الكلو هاند. ايه المشكلة في الكلو هاند؟ المشكلة في الكلو هاند ان هي هما بيحطوا لنا، لو فاكرين الاناتومي بتاع زمان، بيخلوا لنا الوضع بتاع الرايتنج بوزيشن، ان احنا بيحصل فليكشن في الميتاكاربوفالينجيال جوينت واكستنشن في الانترفالينجيال جوينت. فمنطقي جدا لما يحصل باراليسيس ان انا هلاقي هايبر اكستنشن في الميتاكاربوفالينجيال جوينت وفليكشن في الانترفالينجيال جوينت. لكن السؤال برضو اللي يسترعي الانتباه، طيب هو ليه الانترفالينجيال جوينتس بتبقى فليكسد بالرغم من ان الاكستنسور ديجيتورم كوميونس اللي هي الاكستنسور ديجيتورم بتاعت الفينجرز وركينج، لان هي سبلايد بالريديال نيرف؟ طب ليه ما بتفردش الفينجرز الفورث والفيفث مع انها شغاله؟ هي سبلايد بالراديال بعيد عن الانجري بتاع الالنا نيرف. السؤال ده ليه بقى بيحصل الكلام ده؟ عشان نتيجه الهايبر اكستنشن اللي حصل في الميتاكاربوفالينجيال جوينت نتيجه الباراليس بتاع الانترنسك، ما بي الفورس اللي بتبقى exerted by الاكستنسور ديجيتورم بتبقى كلها dissipated في الحته دي، بت exaggerate الهايبر اكستنشن في الميتاكاربوفالينجيال جوينت، وما الفورس ما بتتنقلش للانترفالينجيال جوينت، كلها بتبقى trial of extension by the extensor digitorum will be dissipated at the metacarpophalangeal joint. وعشان كده امتى بقى يتصلح الكلام ده؟ امتى يبتدي يexert function؟ لو انا عملت منعت الهايبر اكستنشن في
في الميتاكارب وفي اللينجر جوينت بتاع الفورث والفيفث. يعني انا قلت العيان او انا سندت بايدي كده ودي احد الساينز بس انا مش فاكر اسمها الحقيقه، لما نزق بايدينا كده نمنع الهايبر اكستنشن هنلاقي ان العيان كيبابل اوف اكستنشن اوف ذا انترفالينجر جوينت. وهي دي بالظبط فكره الانترنسك ريكونستراكشن، الحاجه اللي احنا بنعملها تندون ترانسفيرز في حالات الكلو هاند نتيجه الراديال الالنر نيرف باراليسيس. الفكره بتاعتها كلها ان انا بس عايز امنع الهايبر اكستنشن في الميتاكاربوفالينجيال جوينت. وانس قدرت امنع الهايبر اكستنشن الاكسنسور ديجيتورم ويل افكتيفلي كان اكستند ذا انترفالينجيال جوينت، وبالتالي نقدر نصلح الكلو هاند ديفورمتي. ندخل بقى على التندونز كده فكرة سريعة. عندنا السوبرفيشياليس، عندنا البروفاندس. السوبرفيشياليس راح يمسك الانسرشن بتاعه في البيز بتاع الميدل فالانكس، البروفاندس will be inserted في في الديستال فالانكس. لكن في عندنا برضو حاجة اسمها كامبرز كاز عند الليفل بتاع البروكسيمال فالانكس. السوبرفيشياليس بيتقسم للتو سليبس وتبقى انفاجينيتد بالفليكسور ديجيتورم بروفاندس، اللي هيبقى بقى هيبقى يغير الارنجمنت بتاعته، بدل ما كان قبل كده ديب هيبقى هو بقى السوبرفيشال، والسوبرفيشاليس هيبتدي يبقى ديبر ان بلين، ويرجع يرجع يعني يمرج تاني، التو سليبس يمرج تاني على مستوى البروكسيمال فالانكس قبل ما يتقسموا فاينالي تيرمينالي، قبل ما ايه قبل الانسرشن بتاعهم انتو تو سليبس في البيز بتاع الميدل فالانكس. الحته بتاعت الالتقاء دي هي اللي اسمها كامبرز كياز. الارنجمنت دي بتعمل بولي برضو للفليكسور ديجيتورم بروفاندس وتمنع الباو سترينج بتاعه، ادد ليها ادد افكت زي ما هنتكلم في البولي سيستم. ده البولي سيستم المعروف عبارة عن fibrous sheath surrounding التندون من البيز بتاع الفينجرز تقريبا عند مستوى الكريز أو الميتاكاربوفالينجيال جوينت لغاية الديستال انترفالينجيال جوينت. عبارة عن annular pulleys، خمسة annular، الفردي فيهم موجود الاود نمبر موجودين على مستوى البلين على مستوى الجوينتس، ودول الاقل اهميه. لكن المهمين بقى هي الاي 2 والاي 4 اللي موجوده عند البروكسيمال فالانكس والميدل فالانكس، واللي بتدينا الفانكشن المهمه بقى اللي هي اللي بتمنع الباو سترينج ان التندونز تبعد ما اثناء الفليكشن. يعني لو دول مش موجودين فاثناء الفليكشن ايه اللي هيحصل إن لو دول مش موجودين هيحصل باو سترينج ويبعدوا خالص، وده هيقلل المدى بتاع الفليكشن، هتبقى الاكسكيرشن بتاعهم هينتهي بدون ما يتني افكتيفلي الجوينتس او البونز للمدى لنهايه المدى بتاعها. وعشان كده احنا لازم جدا نحافظ على الـ A2 بالذات والـ A4 على قد ما نقدر في حالات التندون انجريز، مهمين جدا، وحالات التندون ريكونستراكشن. فيما بينهما في الكروشي فورم بوليز اللي هي بيرمز لها بـ C1 و C2 و C3، ودي حاجة برضو كولابسبل، يعني دي بتسمح ان هو في اثناء الفليكشن ان هم يقربوا من بعض، يعني هي thin عن الـ A1 الـ annular pulleys، وبتمنح تسمح بالكولابس زي ما قلنا كده في الفولر بليت بتاعة الميتاكاربوفالينجيال جوينت، حاجة كده ايه شبه البولي سيستم قلناه. لكن في ناس بتعتبر ان الفليكسور ريتيناكلم دي كمان بولي برضو بتفيدنا مع اثناء بقى الحركة بتاعة الريست مش الفينجرز. وما ننساش ان الكامبرز كازما والارينجمنت دي بتمثل تقريبا يعني الناس بتعتبرها بولي للفليكسور ديجيتورم بروفاندس.
الاكسنسور ريتيناكولم في 6 كومبارتمنت، والدكتور يعني شرح لنا، دكتور رامي سليمان يعني شرح لنا نايسلي الرينج بتاع الاكسنسور كاربي النيرس والسبشيز بتاعها وكده. يمكن الاكسنسور تندون الكونستراكشن بتاعه معقد اكتر، لكن اللي احنا عايزين نفهمه او يعني اللي انا بس نفسي حضراتكم بس نخلي بالنا منه، ان هم كونكتد ببعض كلهم الاكسنسور تندون، وليه انسرشنز في كل واحده من الفلانجيز وكونكتد في بعض، وعندنا لاترال بينز وعندنا سنترال سليب. يعني يمكن اشوف كده صوره اوضح شويه، يعني احنا ده الاكسنسور ديجيتورم. الاكسنسور ديجيتورم دي بتتقسم، تيجي بقى عند المستوى بتاع البروكسيمال فالانكس وتتقسم لسنترال سليب وبيريفرال سليب. السنترال سليب دي هتمسك في البيز بتاعت الميدل فالانكس، وهي اللي بتعمل اكستنشن في الميدل فالانكس مينلي. والبريفرال سليب دي على الناحيه دي والناحيه دي، هتروح تقابل مين بقى؟ هتروح تقابل اللاترال باند. اللاترال باند دي اللي هي عباره عن الكونتينيويشن بتاع الانترنسك او الانترنسك ماسلز اللي احنا قلناهم بقى الانتر اوسياي، سواء بالمر او الدكتور بالمر او دورسال، وكل واحده فيهم، في منهم بيروح النر وفي منهم بيروح راديال، واللومبريكل بتبقى موجوده عند الراديال. الاثنين دول يقابلوا اللاترال باند ويعملوا لنا الكومون لاترال باند. الكومون لاترال باند دي ترجع تاني تتجمع تقابل الكومون لاترال باند الثانيه عند مستوى الميدل فالنكس، ويعملوا لنا التيرمينال تندون. التيرمينال تندون ده اللي هو هينسرت في الديستال فالنكس. يبقى انا عندي سنترال سليب هنا في البيز بتاعت الميدل فالنكس، عندي تيرمينال تندون في اللاترال بين في الديستال فالنكس، عندنا لاترال وكومن لاترال بينز على الجانبين. مش كده وبس بقى، عشان برضو يعني الامور تبقى اصعب شويه، في عندنا حلقه وصل زي ما احنا قلنا كده، عندنا حلقة وصل ما بين الـ او يعني تينوديسيس تشين، يعني لينك كده بين الفولر والدورسال بورت. في عندنا اللي احنا بنسميه الاوبليك ريتيناكولر ليجامنت، دي حاجة جاية من الفولر، فولر للسنتر اوف روتيشن بتاع البي اي ال بي اي بي جوينت، ورايحه تبقى اتاتشد للتيرمينال تندون في على جانبي الديستال فالانكس هنا. فهي حلقه وصل ما بين الديستال الدي اي بي وال بي اي بي جوينت، بس هنا بي اي بي من فولر لدورسال اوف ذا دي اي بي جوينت، ودي ليها فانكشن مهمة. دي برضو أحد الحاجات اللي مخلية فاكرين لما قعدنا نقول التشين وانتر كونكتد التشين وهم مربوطين بعض، هي بتربط الجوينتس دي البي اي بي والدي اي بي، ومخلية بيحصلها تايتنس امتى؟ مع البي اي بي اكستنشن. الليجامنت ده بيتايتن لان هو معدي فولر للبي اي بي، فالبي اي بي اكستنشن بيخليه تايت، ويقوم عامل بولينج للتيرمينال اكستنسور تندون بروكسيمالي، ويمنع الباسيف ديستال فليكشن، ويخلي الجوينت في اكستنشن هو كمان في الدي، يعني يخلي الدي اي بي يمنع الباسيف ديستال جوينت فليكشن، ويبقى في تندنسي ان هو يبقى اكستنت. والتينوديسيس لو عملنا فليكشن في البي اي بي جوينت اوتوماتيكالي هيفليكس الدي اي بي وفايس فيرسا، وبالتالي هم دايما مرتبطين في بعض. يعني احنا دايما ننظر للبي اي بي والدي اي بي ان هم انتركونكتد في بعض. ادي برضو اكزامبل للحركه بتاعه الموف، هم ما بيتحركوش ديبندنتلي، لا هم بيتحركوا انتر ديبندنتلي، يعني هم بيتحركوا مع بعض. مستحيل ان انت تفصل البي اي بي والدي اي بي مع بعض نتيجه الارنجمنت والكومبليكيشن والكومبليكيتد الكومبلكسيتي والكونكشن اللي ما بينهم بالاوبليك او الاوبليك ريتيناكولر ليجامنت، جاي من فولر في البي اي بي ورايح يمسك دورسال للدي اي بي. لو حصل فليكشن في البروكسيمال انترفالنجال جوينت، بالتبعيه هيحصل فليكشن في الديستال انترفالنجال جوينت.
والاكستنشن برضو هنا في البروكسيمال انترفالنجيال جوينت هيستتبعه اكستنشن اوف ذا ديستال انترفالنجيال جوينت. انا يعني بحاول اقول الكلام ده ببساطه عشان لكن التفاصيل ممكن تبقى ايه يعني مزعجه شويه. افتكر ان احنا قلنا ان الفينجرز عباره عن بولي ارتيكولار تشين اوف ذا ديجيتس. طيب احنا قلنا اتكلمنا على بنتكلم احنا برضو على التندونز في حاجة اسمها لومبريكال بلس. عشان بس ايه برضو نفتكر احنا قلنا ان اللومبريكال ماسل العضلة هذه العضلة الرشيقة هي بيكيولير لانها واخدة اوريجين من الفليكسور ديجيتورم بروفاندوس ورايحة تمسك في الاكستنسور اكسبانشن. يعني هي الوصل ما بين حلقة الوصل ما بين الفليكسور والاكستنسور كومبارتمنت. طيب عايزين نتخيل كده ايه اللي هيحصل لو حصل رابشر للفليكسور ديجيتورم بروفاندس بعد الديستال للاوريجين بتاع اللومبريكال. يعني اتقطعت عندنا الفليكسور ديجيتورم بروفاندس بعد الاوريجين بتاع اللومبريكال. هي اللومبريكال بتاخد اوريجين منها منين؟ بتاخد منها في البالم ديستال للكاربل تانل على فكره على طول. يعني بعد الكاربل تانل او في نهايه الكاربل تانل بيبقى الاوريجين بتاع اللومبريكال. طيب احنا جينا قطعنا اتقطع التندون بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس ديستال للحته دي ايه اللي هيحصل واللومبريكال سليمه ايه اللي هيحصل؟ بالمناسبه يعني بالمناسبه الجزء ده على فكره يعني دايما برضو الفيلوز معايا لما باجي او بقعد اسالهم السؤال الشهير لو احنا مثلا عندنا قطع في التندون عندي مثلا زون 2 ولا حاجه التندون ده اتقطع في الفينجر البروفاندس اتقطع وبصينا عليه في الوند لقيناه لا اتسحب ريتراكتد بروكسيمالي اقعد اقول لهم طب احنا هندور عليه فين انا تتبعه فين طب هو ممكن نلاقيه في الكاربال تانل هنلاقيه في الفور ارم هنلاقيه فين اخرنا فين هيبقى اخرنا في البالم ليه عشان اللومبريكال دي واخده اوريجين منه فهتفضل لو اللومبريكال دي ما اتقطعتش وهو مقطوع فوق يعني لو هو مقطوع فولر فوق يبقى غالبا اللومبريكال ما اتقطعتش وبالتالي هيفضل يتزحلق تحت لكن اخرنا الاوريجين بتاع اللومبريكال هتحافظ عليه مش هتمنعه ان هو يسليب بروكسيمال عن في الكاربال تانل او في الريست. طيب باي ذا واي ده باي ذا واي موضوعنا بقى اللومبريكال بلس. دلوقتي احنا نفترض سويا ان التندون اتقطع ديستال للاوريجين بتاع اللومبريكال في مثلا عند مستوى البي اي بي جوينت مثلا او الميتاكاربوفالينجيال جوينت ايه اللي هيحصل دلوقتي لو العيان قلنا انا للعيان انا بقى جاي افحص العيان واقول له ممكن لو سمحت يتني وهو بقول له وهو بيتني الصباع الفينجر بتاعه دلوقتي هو بيحاول يشغل يعمل كونتراكشن في المصل في الفليكسور ديجيتورم بروفاندس بس هي مقطوعه مش كونكتد لورا لكن ايه اللي ماسك فيها اللومبريكال دي هتزود التنشن كل التنشن بتاع البروفاندس ده هيتنقل لللومبريكال فالتنشن هيزيد جدا في اللومبريكال هتعمل ايه اللومبريكال اللي احنا قلنا بتعمل الرايتنج بوزيشن اللي هو فليكشن في الميتاكاربوفالينجيال واكستنشن في الانترفالينجيال جوينت فالعيان مفترض ان هو يتني صباعه لكن الاقيه بيعمل بارادوكسيكالي او فاجئ ان هو بيفرد صباعه بيفرد الانترفالينجيال جوينت الله يا أستاذ فلان اتني صباعك ده من فضلك أنا بقول له يعمل كده وأفاجأ إن هو بيعمل paradoxical extension of the interphalangeal joint ليه؟ لأن فهمنا احنا بقى دلوقتي تفسير لأن هو لما اتقطع زي الحالة دي كده دلوقتي مثلا بصوا حضراتكم كده هو التندون اتقطع هنا التندون بقى مرخي هيشد على المصل بس ايه اللي ماسك فيها فضل اللومبريكال فالباور بتاعت البروفاندس كلها اتنقلت لللومبريكال اللومبريكال بتعمل ايه بتعمل اكستنشن في الانترفالنجيال جوينت فالعيان وهو بيحاول ان هو يتني الصباع زي كده في الاندكس بيحاول يتني صوابعه
نفاجأ إن الإندكس بيتفرد بارادوكسكلي. إحنا بنطلب منه حاجة واللي بيحصل حاجة تانية. ليه ده؟ ده بيحصل في إيه؟ بيحصل في لما بيتقطع الفليكسو ديجيتورم بروفاندس رابشر ديستال للومبريك الأورجين ونسميها اللومبريك البلس. دي فينومينا بارادوكسكال إكستنشن أوف ذا أي بي جوينت في أثناء الفليكسو. طيب هي دي لازم بس في الحالات دي؟ لا، ممكن تحصل في حالات تانية. ممكن تحصل لو انا عملت جرافت، بقى انا بعمل جرافت وبعمل ريبير وبتاع، بس انا ما ظبطتش التنشن بتاعي، خليت الجرافت بتاعي طويل زياده عن اللزوم، فنتيجه الطول ده مش هيبقى افكتيف. الفليكشن مش هيبقى افكتيف، اللي هو كان لما يبقى لينثنت مش هيبقى افكتيف. لكن هو بيشد مين اكتر بقى مع الحركه دي؟ عمال يشد اكتر 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 وبيحركها بروكسيمال اكتر ويزود التنشن فيها اكتر، ايه؟ اللومبريكال. وبالتالي هتدينا برضو نفس الفينومينا. يبقى هيعمل لنا ايه؟ البارادوكسيكال اكستنشن، ودي اللي احنا بنسميها اللومبريكال بلس. طيب في حاجه تانية برضو دي هنعرفها من الاناتومي، احد الفروق بين السوبرفيشياليس والبروفاندس. احنا عندنا فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس وفليكسور ديجيتورم بروفاندس. السوبرفيشاليس ماسكين في الميدل فالنج، في الميدل فالنجز. البروفاندس ماسكين في الديستال فالنجز. لكن في فرق جوهري بينهم. السوبرفيشاليس هم 4 ماسلز لكل فينجر، لكن سيبريت ماسلز. يعني ايه؟ يعني كل السوبرفيشاليس اللي رايحه الرينج ورايحه الميدل ورايحه الاندكس ورايحه الليتل فينجر، كل واحده من دول مصل لوحدها بالتندون لوحده، مصل قائمة بذاتها بالنيرف سبلاي بتاعها بالتندون بتاعها بكل حاجة. بعكس الوضع في البروفاندس. البروفاندس بقى وان مصل طالع منها 4 تندون، لكن وان يونت بتتحرك حركة واحدة، ما عدا طبعا ما عدا الاندكس. الاندكس بس ممكن يبقى سيبريتد منهم، يعني ليه تندون لوحده ومصل لوحده، لكن اتليست التلاتة اللي هم الميدل والرينج والليتل دول وان مصل ليهم 3 تندونز. فده معناه ايه؟ معناه ان المصل دي او بتتحرك لوحد، يعني بتتحرك ماس، ليها ماس اكشن مش سيبريت اكشن زي السوبرفيشيالز. وعشان كده لو انا سألت حضراتكم برضو مين اللي من ارقى من ناحيه الامبريولوجي، هتبقى السوبرفيشاليس ولا البروفاندس؟ السوبرفيشاليس هي الارقى من البروفاندس، وباي ذا واي هي الاقوى كمان، يعني هي الاقوى من البروفاندس. هي الميزه الوحيده في البروفاندس انها بتحرك كل الفينجرز. طيب دلوقتي بيحصل ظاهره نتيجه الكونكشن اللي هم مربوطين في بعض دول، بيسموها كوادريجا افكت. كوادريجا افكت دي، كوادريجا دي كانوا بيوصفوا بيها العربيات الروماني زمان، العربيات الحرب الرومانية. كان بتبقى عربية زي دي كده، زي اللي موجودة هنا في الصورة، وبيجرها 4 أحصنة، طالع 4. فهما بيشبهوا ان دي كأنها المصل، والأربعة أحصنة دول هما موجودين في الأربعة فينجرز. ايه اللي بيحصل؟ لو انا تخيلوا حضرتك معايا مثلا ان الرينج فينجر او الميدل فينجر اتقطع، البروفاندس بتاعه اتقطع، وحصل شويه جابنج او العين اتاخر شويه، ساعات بقى ايه بيحصل شويه جابنج، فانا عندي تندنسي بدل ما اقعد اعمل جرافت اقوم ايه اعمل اتايتن، اعمل له ادفانسمنت كده عشان ايه، مش عايز اعمل جرافت، مش عايز اعمل جابنج واجيب جرافت وكده، اتايتن على بعضه على بعضه على بعضه. ولو انا عملت ادفانسمنت اكتر من 1 سنتيمتر غالبا هيحصل لي الكوادريجا افكت دي. ايه بقى الكوادريجا افكت؟ انا عملت الميدل فينجر، خيطته فيري تايت اكتر من 1 سنتيمتر، بقى الصباع الوسطاني عند العين ده بقى تايتند وفليكسد زياده عن اللزوم. ايه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل ان انا لما انا هقول للعيان اتني الصوابع بتاعتك، هو هيتني اكتر واحد كان تايت هو الصباع الوسطاني، هيتني وبعدين الصباع الوسطاني ده هيوصل
للآخر الأول، وصل للآخر بدري عن بقية الصوابع. لما هيوصل للآخر خلاص المصل الأكشن بتاعها هيوقف، لكن التانيين بقية الصوابع لسه الأكشن مش كومبليت، لسه ما وصلوش للكومبليت جريب بتاعتهم. فهيحصل إيه؟ خلاص بس هما عشان الصباع الوسطاني اللي أنا عملته advancement والتنشن بقى فيه زيادة وصل الأول، هيعمل flexion lag في adjacent fingers، يبقى الفينجرز اللي حواليه مش هتكمل الفليكشن بتاعها، مش هتقفل خالص. الصباع الوسطاني بس هو اللي هيقفل وبقية الصوابع ما وصلتش الآخر، وده هيضعف الباور بتاع المريض، وهو ده اللي احنا بنسميه الكوادريجا افكت. ان انا عملت اوفر ادفانسمنت في الفليكسو ديجيتورم بروفاندس اثناء التندون ريبير مور ذان 1 سنتيمتر، وده نتج عنه حصل فليكشن ليج في الادجيسنت فينجرز اثناء الفليكشن، وبيضعف لي جدا الباور بتاعه المصل. وده ممكن كمان يحصل في الادهيجنز، يعني لو حصل ادهيجنز جامده حوالين الريبير بتاعي في الفليكسو ديجيتورم بدون بقى ما اعمل يعني ادفانسمنت زياده او اوفر ادفانسمنت، لا ممكن كمان الاقي نفس الظاهره او الفينومينن دي مره تانية. نبذتين كده، كلمتين صغيرين، نتيجة برضو فهمنا بقى للبايوميكانيكس والتندونز والبتاع والبالانس والحاجات دي. التندونز الاكسنسور تندونز دي زي ما احنا شايفين كده، زي ما اتكلمنا، هي كونكتد ببعضها، الدي اي بي بالبي اي بي، وحاجة سنترال سليب هنا، والترمينال تندون ولاترال بانس، وكلهم يرجعوا كلهم كونكتد ببعض، وعندنا الاوبليك ريتيناكولار ليجمنت واصل ما بين الاثنين. فالدنيا الجوينتس دي كونكتد، ولما بيحصل مشكله في جوينت بتبقى ريفلكتد وتعمل باثولوجي في ناحيه ثانيه، وده اللي احنا بنشوفه برضو في السوان نيك ديفورمتي. ايه اللي بيحصل في السوان نيك ديفورمتي؟ بتبتدي المشكله ان يتقطع التندون، التيرمينال تندون اللي احنا قلنا عليه. احنا عندنا قلنا سنترال سليب ماسك هنا، وعندنا تيرمينال تندون. التيرمينال تندون ده اتقطع، ايه اللي هيحصل؟ تخيلوا معايا كده، ايه اللي هيحصل لما يتقطع؟ بقيه التندون هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريتراكشن شويه بروكسيمال. طيب باللاترال بانز اللي هي هنا، بالكومن لاترال بانز، باللاترال بانز هيبقوا ريتراكتد. طيب دول ريتراكتد هيسحبوا معاهم كمان لورا مين؟ ايه اللي في النص ده وكونكتد معاه؟ السنترال سليب. طب السنترال سليب ده بيعمل ايه؟ بيعمل اكستنشن في الدي اي بي. طيب ايه اللي هيحصل لما يبقى التنشن فيه زاد؟ ايه اللي هيحصل لما التنشن هيزيد فيه؟ هيحصل هايبر اكستنشن في البي اي بي جوينت. طيب وده اتقطع هنا، ما بقاش فيه اكستنشن، مين اللي هياخد الابر هاند؟ الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. يبقى تيرمينال تندون اتقطع، اللي هي بنسميها مالت فينجر، تندينيوس مالت، نتيجه الديستيرب التنشن، اللوس اوف تنشن هنا وزياده التنشن هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان ده هيبقى فليكسد وده هيبقى هايبر اكستند. هو ده بالظبط اللي بيحصل في السوان نيك ديفورمتي. والميكانكس اللي هي ديستورب دي لما بنفهمها بنقدر نصلح المشكله. عاده بتبقى المشكله، عاده بتبقى هي رابشر في الاكسنسور تندون في الدي اي بي. على فكره نفس المشكله بنفس الباثولوجي ممكن يحصل لو حصل رابشر في الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس على مستوى البي اي بي هنا، هتحصل برضو نفس السيكونس، او الفولر بليت اتقطعت اللي احنا قلنا بتمنع الهايبر اكستنشن، ممكن يدينا شويه حاجات مشابهه لكده، مشابهه. انا مش هقول الفولر بليت بالذات كمان مش هتدينا نفس القصه دي، لكن ده في التروماتيك، وفي الروماتويد بيبقى عاده نتيجه بقى ايه؟ الساينوفايتس، وتبتدي تاكل الليجامنتس، وممكن تاخد الايه، تقطع التندونز، وتبتدي نفس الايه الباثولوجي. فالبوتنيير لا، بيبقى المشكلة فين بقى؟ بتبقى المشكلة تبتدي في البي اي بي جوينت، وسواء هو تروماتيك سنترال سليب اتقطعت، او ساينوفايتس في روماتويد وبدأت تاكل لنا الاكسنسور سنترال سليب، نقدر دلوقتي نتوقع ايه اللي هيحصل. ده اتاكل واتقطع، فهيرجع لورا، هي سليب بروكسيمال، لكن مين هيسحب معاه ده كمان؟ هيشده كمان لورا.
وده هيتشد لورا، ايه اللي هيحصل؟ هيزود التنشن هنا، فالتنشن هنا هيعمل ايه؟ هيعمل هايبر اكستنشن هنا، وده نتيجة اللي اتقطع هيبقى المتحكم اكتر هو السوبرفيشياليس، وهيبتدي ياخد في فليكشن، يبقى ده في فليكسد وده هايبر اكستندد، ويعمل لي البوتونير ديفورميتي. انا مش عايز اصدعكم اكتر من كده، ومش عايز يعني اضايقكم اكتر من كده، ونكتفي. هو طبعا الموضوع كبير جدا، صعب ان احنا نغطيه، ده يعني محتاج كتب ومجلدات. انا بس في سلايد على فكره ظريفه جدا، انا عايز بس انا مش عارف هي ليه ما تعرضتش، انا الظاهر عملت لها هايد. هستاذنكم ثانيه واحده بس، لكن هي لطيفه جدا، كنت احب برضو اقولها. مش عارف للاسف الشديد. سلايد دي على فكرة يعني باي ذا واي، بس يعني لو تسمحوني ثواني. حاجات اللطيفة يعني وعلى فكرة أنا الواحد عمره ما فكر فيها. حضرتك شايفين كده التاني بتاع، شايفين التاني بتاع الصوابع ده؟ ده ادي الارك اهو بتاع الصوابع، وانا قدرت يعني هنا الصورة هنا قدرنا نتني صوابعنا للآخر خالص، الكمبليت فليكشن. طيب انا عايز بس حضراتكم تتخيلوا ان الصوابع الفالنجيز دول لو كانوا قد بعض، يعني البروكسيمال فالنجز والميدل فالنجز والديستال فالنجز لو كان طولهم قد بعض، ودي حاجه على فكره منطقيه ان هم يبقوا طولهم قد بعض، ايه اللي كان هيحصل؟ ما كناش هنعرف، كنا هنعرف نعمل الحركه دي؟ ما كناش هنعرف نعمل الحركه دي خالص لو دول قد بعض. لما تيجي تتني كده تتخيل، عمرنا ما هنقدر نتني نعمل الجريب دي لو دول قد بعض. لكن سبحان الله، سبحان الله ان يعني ربنا الذي ابدع يعني اتقن كل شيء صنع، يعني الاطوال الفلنجيس بالميتاكاربلز محطوطه بنسبه دقيقه جدا، بحيث انها تضمن هي ماشيه كده تقريبا بنسبه 8 5 3 2 اللي هي 1.6، بحيث يعني البروكسيمال فالنكس ده 1.6 من الميدل فالنكس، والتاني ده 1.6 من اللي بعديه، وهكذا. ال 1.6 دي النسبه دي موجوده بيسموها الجولدن نمبر، الحاجات اللي هي اللي فيها سبايرلز وفيها حاجات يعني هتلاقيها في المجرات في الزهور، الحاجات اللي هي الدوائر اللي داخله في بعضها دي كده، اللا نهائيه اللي متداخله في بعضها، نفس المنظر ده بتحتفظ بنفس النسبة. فيعني إعجاز ما بعده إعجاز، وحاجة بسيطة. أنا بصراحة قبل ما يعني كنت أقرأ في، أنا ما قريت يعني أنا عارفها من قبل كده، بس أنا قصدي أول مرة أقراها في الجولدن نمبر ده ما خدتش بالي من القصة دي، إن إحنا لو الميتاكاربلز أو الكاربال بونز أو الفالنجيز طولها زي بعض ما كناش هنعرف أبدا نتني الحركة دي يعني. وشكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا دكتور احمد، تعبناك معانا جدا، ومحاضره قيمه جدا، واكيد هنرجع لها كتير، واكيد هنطلب من حضرتك تقولها لنا في كل مره هندي فيه كورس هاند، محاضره رائعه حقيقي يعني. واتمنى ما تكونش شايل مني، انت اخويا الكبير يعني، احنا نزعل من حاجه صغنونه زي كده. طيب يا دكتور موسوليني. والألف شكر دكتور عبد الحكيم، حضرتك شرفتنا النهارده، والدكتور رامي طبعا يعني تعبكم ده يعني احنا دين في رقبتنا، واتمنى ان كل زمايلنا الكانديدتس اللي معانا يكونوا استفادوا، حضرات قيمه جدا، وان شاء الله نستمر دايما في ان احنا نستضيفكم ونستضيف اساتذتنا الاعزاء، حس ان احنا نستفيد كلنا مع بعض. كورس حي النهارده انا شخصيا استفدت منه كتير واستمتعت بيه، مجهود رائع حقيقي من اساتذتنا جميعا، واتمنى دايما تكونوا في كل صحه وفي كل خير في الفتره اللي احنا فيها، ونسمع عنكم دايما سمع خير، ونتمنى ان العلم اللي انتم جبتوا بيه علينا ده يا ربنا يجعله في ميزان حسناتكم،
وان زمايلنا طلبه الماجستير والدكتوراه يكونوا استفادوا بيه. كلام قيم جدا، كلام لو احنا قعدنا نقرا من الكتب لوحدنا مش هنقدر نوصل لمعلومه زي اللي انتوا حضراتكم وصلتوها لنا. شكرا جزيلا، تعبناكم كلكم معانا، وكانت امسيه رائعه حقيقي، ونشوفكم دايما ان شاء الله على خير، ونسمع عنكم كل خير ان شاء الله. شكرا، صباح على خير. وانت من اهل البيت، شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور محمد، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لاسم جراحه العظام، وشكرا للدكتور عبد الحكيم، وشكرا للدكتور رامي، وشكرا طبعا للحضور اللي احنا مسهرينهم يعني. طيب انا مش عارف لو في اسئله او حاجه، ولا خلاص احنا يعني تو ليت يعني، او لو حد عنده اسئله في الشات. اعتقد ان الناس بعد المحاضره بتاعت حضرتك دكتور احمد فقدوا القدره على الاسئله. لا طبعا اعتقد يعني كله يعني في ناس كوماتوز. حلوه ولا حاجه؟ دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه دي؟ لا طبعا حلوه، لا اكيد يعني لو لسه فيهم نفس كانت تبقى يعني لا كده رائع يعني. شكرا يا دكتور محمد، شكرا جزيلا، شرفتونا جميعا، ونشوفكم جميعا على خير ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم، مع السلامه.